مشاركة في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده وموضوع جديد من حلقات او من فقرات اليوم المفتوح على شاشه قناه صحه جمال. النهارده هيكون معايا مجموعه من الفقرات المتميزه والمميزه جدا ان شاء الله باذن الله، اتمنى ان تنال اعجابكم. الفقره الاولى هنتكلم فيها عن ايه الحاجات اللي مفترض البنت قبل ما تتجوز بفتره معينه المفروض ان هي تلجا وتعملها عند طبيب او طبيبه الجلديه. حاجات بقى خاصة بالبشرة وحاجات خاصة بالشعر وحاجات خاصة بالمناطق الداكنة في الجسم أو العلامات اللي ممكن تبقى موجودة أثر مثلا زيادة الوزن أو النقصان أو ما إلى ذلك. دي الجزء الأول من الفقرة المفتوحة عشان صحة جمال. الفقرة الثانية طبعا كلنا دلوقتي كل بيت أعتقد أنه منتظر نتيجة الثانوية العامة اللي إن شاء الله هتكون في خلال أيام قليلة قادمة. كلنا بنبقى منتظرين الموضوع ده سواء عندنا حد في الثانويه العامه او حد من قرايبنا في الثانويه العامه، منتظرين بفارغ الصبر النتيجه اللي على اساسها كل واحد بيشوف هيروح فين وبعد كده من هنا بيكمل مستقبله. يكون معايا الفقره دي الاستاذ عبد الله ربيع، وهيكون معايا احد طلاب الثانويه العامه عبد الرحمن جمال اللي تخطى مرحله الثانويه العامه. هساله عن ايه الاجواء اللي مر بيها اثناء فتره الثانويه العامه وازاي كان شعوره، وبعد كده بعد ما انتهى من مرحله الثانويه العامه ايه الحاجات اللي حس بيها وشايف الفرق ما بين الكليه والثانويه العامه ايه. الفقره الثالثه من البرنامج هنتكلم فيها عن ايه النشاطات اللي ممكن الام تعملها في البيت مع اطفالها او اولادها سواء كبار او صغيرين تكون سهله وبسيطه ومش مكلفه، وخاصه بعد انتشار الفتره الاخيره الناس ما بقتش تخرج زي الاول بسبب سواء ازمات مادية أو أزمات تخص المجتمع بشكل عام زي أزمة كورونا. كل الأمهات دايما تبقى خايفة على أولادها في الفترة دي. فقرة أخيرا من برنامج هيكون معايا محمد عسكر، هنتكلم عن يعني مواهب فنية شابة تصعد حديثا ولكن بتسيب أثر في نفوس الكثير من الناس، في نفس الوقت يقلد لنا بعض المشاهير اللي كلنا بنحبهم. خلوني ارحب في الفقره الاولى بدكتوره نسمه سمير اخصائي امراض الجلديه والتجميل والليزر. برحب بيك يا دكتوره نسمه. اهلا بيك. اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب، اخبار اللحمه ايه؟ تمام كويسه. النهارده هنتكلم بقى عن حاجه كده تكون تخص كل بنت يعني مخطوبه وداخله على مرحله الجواز. تمام. بيلجأوا او بيروحوا للدكتور او طبيبه الجلديه قبل ما تتجوز بثلاث اربع اسابيع عايزه تصلح ما يمكن اصلاحه. تمام. شايفه الصوره دي ازاي؟ اهم حاجه انه البنت تجيلي زي ما كنت بقول المره اللي فاتت، تجيلي اول ما تتخطب او يعني اتليست مثلا 8 شهور قبل جوازها على اساس نلحق نظبط الدنيا، يبقى في مينيمم عدد جلسات اللي هنعملها. علاج مثلا بياخد 3 شهور مينيمم، فيبقى معانا وقت هات وخد، نكتب علاج، نحط بروتوكول مناسب تحسبا لاي ظرف ممكن يحصل في النص يضيع مننا وقت، فيكون عندنا وقت مناسب او فتره زمنيه مناسبه ان هي تسمح ان احنا بقى يعني نديها البروتوكول المناسب ليها، وان هي تشوف ريزلت مناسبه وتاخد عدد جلسات المينيمم حتى الكافي ليها على اساس تاخد ريزلت ساتسفاينج ليها او مرضيه ليها ولينا. كويس. الناس بقى اللي بتروح متاخر واللي بيجوا في الوقت بدل الضايع دول بتعملوا معاهم ايه؟ غالبا بمشيهم. غالبا بمشيهم، بتكلم لانه هو مثلا البيشنت اللي بتجيلي قبل فرحها بشهر عندها مثلا حبوب شباب، عندها اثار حبوب شباب، عندها بقع داكنه في جسمها، عندها تصبغات في الاماكن الحساسه، ضوافرها مثلا متكسره، شعرها بيقع. احنا الشهر ده مش نلحق نعمل فيه حاجه، احنا الشهر ده بيبقى يعني لسه بنشوف الريسبونس بتاع البيشنت ايه. ممكن قوي بيشنت نكتب لها مثلا علاج يعمل تحسس وهنضطر نوقفه. حد تاني بقى او تحسس حتى حاجه تعمل لها حساسيه رياكشن وارد ان هو يحصل مع اي حد، فاحنا بيبقى يا دوب بنوقف الدواء ده نعمل ناخد علاج ليه نهائيا بالظبط، ناخد بروتوكول بديل ليه بالظبط. كويس. طيب دلوقتي بنوته نخلع على الجواز قدامها 7-8 شهور. تمام. هنبدا في الاول بالشهر. تمام. ايه البروتوكول المناسب او اللي احنا البنت تبدا بيه عشان تعالج مشكله الشهر؟ طبعا احنا لازم بنناظر المريض، بنفحص، بنشوف ايه المشكله الموجوده، نحط دايجنوزس او ديفرنشال دايجنوزس ونبدا نشخص، نحط تشخيص نهائي ونبدا نحط بروتوكول او خطه علاجيه ليها، علاج دوائي، ممكن نحتاج جلسات او ما نحتاجش، نحط الخطه العلاجيه المناسبه. هناخد احيانا بنحتاج علاج بالفم، احيانا بنحتاج علاجات موضعيه، نحتاج جلسات، بنحط مع بعض البروتوكول المناسب بعد الفحص ونبدا نمشي البيشنت عليه. بيبقى دايما بقول العيانين علاج الشعر بياخد من 3-6 شهور، فمش هن لست شهور من التزام كامل بالظبط
بالظبط بالظبط، ثلاث ست شهور مش اسبوعين ثلاثه. لانه ساعات بيشنت مثلا بتجيلي بروشيتا ابص عليها بلاقيها محترمه جدا، دكتور انا رحت للدكتور اللي قبلك وما اتحسنتش خالص، فابص على روشيتا الاقيها روشيتا محترمه جدا. طب حضرتك مشيتي قد ايه على العلاج ده؟ اسبوع وما حسيتش باي فرق. اسبوع؟ فهو ده كلام طبعا مش منطقي. الدواء العلاجي من 3 شهور ل 6 شهور بالظبط، يعني فلازم ده بنكون حاطينه بقى مفهمين البيشنت من الاول بالظبط. فهي لازم تاخد فرصتها علشان ناخد النتيجه اللي احنا مستنيينها واللي هي مستنيها. بس يعني حد عنده مشاكل في الشعر من 6 شهور ولا من 3 شهور ل 6 شهور؟ بالظبط، من 3 ل 6 شهور بالظبط، وتبدا تشعر بنتيجه ايجابيه وتحسن ملموس في شعرها. بالظبط، يبدا طيب. التساقط يقل ويبدا البيبي هير او الشعر الجديد يطلع، ونبدا ندي كمان ممكن نحتاج ادويه بالفم تقوي البيبي هير اللي طالع. فبالتالي السايكل بتاعتنا من 3 ل 6 شهور بالظبط على حسب يعني الحاله، تزود بالظبط انه نمو الشعر يطلع بشكل صحي وسليم. اشهر مشاكل الشعر عند البنات تقول لك انا شعري حجم 2، يا بيقع يا بيفضي يا بيفضي يا شعري خشن. تمام، لو خدنا كل مشكله من دول اسبابها او الوسائل اللي ممكن تكون بنعملها عادات بنعملها خطا، تمام، بتزود ده ممكن هي بيقع دي. عايزه بقى دي اهم حاجه بما ان احنا بنتكلم على البنات اللي داخلين على جواز، بيقع دي مشكله. هو كده كده هيقع اول ما تخلف تشد شعرها بالظبط، وممكن قبل ما تخلف تشد شعرها بالظبط. المشكله اللي احنا هنتكلم عنها بقى اللي انا دي حابه قوي اقول عليها، فرد الشعر بالبروتين والكيراتين والكلام ده، لانه ده بالظبط وكل حاجه بالظبط، والاعلانات دايما ان هو بروتين او كيراتين خالي من الفورمالين. فهو في بوينت حابه انه البنات يكونوا فاهمينها انه ما فيش كيراتين او بروتين هو في الفورمالدهايد ده، هي دي ماده الفرد ودي موجوده، ده لازم تبقى موجود. ما هو بالظبط، ما فيش حاجه هتحول فتله الشعر من ويفي او كيرلي لليس او مفروده من غير ما يكون فيها فورمالين. فهم لازم يكونوا فاهمين النقطه دي، وعشان تخليها ليس او ناعمه او حرير او مفروده لازم تكون نسبه الفورمالين او الفورمالدهايد عاليه، وبالتالي ده بيأذي الشعر، بيحرق الشعر وبيوقعه وبيعمل مشاكل كبيره جدا. بيبقى الامباكت بقى بتاعها على البنت اوحش بكتير من الشعر الخشن اصلا، يعني انه بيدي نتائج سريعه، فالناس بتستعجل النتيجة ما بتعرفش بعد كده. بس اديها بقى شهر شهرين وشوف النتيجة بالظبط. بيجوا متدمرين نفسيا زي ما بقول لحضرتك، الامباكت بتاع الشعر وهو بيقع بيبقى اوحش بكتير من انه البنت شعرها كيرلي عادي. هي كيرلي انت ممكن تظبطيه وتخلي اللوك بتاعه حلو وهيبقى ظريف جدا، لكن المشاكل اللي بندخل فيها ومشاكل النفسية اللي بندخل فيها من تساقط الشعر نتيجة الفرد بالبروتين والكيراتين والمواد الكيميائية، لانه كمان حتى يعني هو بيحط مادة كيميائية وبيبدا يعرضها لحرارة عالية بالبيبي ليس عشان يفردها، فده اذية رهيبة للشعر. فطبعا دي بوينت دي برضو كنت عايزه اقول عليها، نقطه لانه بنات كتيره قوي بتقع فيها وبتتغر بالاعلانات، مش بس بالاعلان، بالمنظر لما تشوف طبعا قبل وبعد بالظبط. فاحنا لازم نكون فاهمين انه اللي هيعمل الجامب ما بين قبل وبعد ده حاجه مؤذيه جدا، لانه مفيش حاجه مش العادي ان احنا هنحول طبيعه الشعر كده من زي ما اكيد مش هحول واحد اسمر لحد ابيض، مش هحول سكين تايب. لا، هنا بقى في سؤال مهم. اوكي، يعني انا دلوقتي شعري ما شاء الله ناعم، اوكي، عايز احوله خشن خشن؟ يعني عامل فيه اي كده او العكس. تمام، هل في حاجه بتعمل ده؟ الشعر الخشن بنحسن، يعني بنحسن الشكل بتاعه او التكتشر بتاعه، مش بنخليه ليس، لا مش بنحوله. على الرغم بقى انه كتير من بنات اللي شعرهم ناعم بيعملوا الكيرلي روتين اللي هو على جروبز الفيسبوك، بتحول لكيرلي، بيبقى صعب بقى شويه ان هم يرجعوا لطبيعه شعرهم، بياخدوا مجهود شويه. اتفضلي استاذه اسماء، اهلا بيكي. اهلا بيكي، اتفضلي. قول سؤال. اتفضلي دكتوره، مع حضرتك اتفضلي. انا عندي بنتي بنتي عندها 9 سنين. استاذنك يا استاذه اسماء توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. ماشي تمام كده؟ تمام كده، اتفضلي. بنتي عندها 9 سنين. شعرها بينزل بطريقه يعني كتير خالص، كان في فتره كده حلو ما فيش نزول، بعد كده بدا ينزل مره واحده وفي فراغات كده في اول شعرها. طيب التغذيه بتاعت تغذيه البنت عامله ايه؟ بتاكل كويس ولا لا؟ بنشد شعرها قوي فالفراغات دي بدات تظهر ولا لا؟ في باتشز او اماكن فاضيه بس في شعرها ممكن تكون ثعلبه، فاحنا محتاجين نعمل شويه تحاليل صوره دم مخزون حديد، او محتاجين ان هي تكشف عند دكتور جلديه عشان نشوف المشكله فين بالظبط ونبدا نعالج. هي يعني في فراغات الثعلبه، لا يعني تحس ان في شعر يعني خف كده، الشعر خف حاجه بسيطه. يعني هي لما بتسرح شعرها بيقع كتير صح كده؟ اه
بينزل، لا بينزل كتير يعني. انا ملاحظه ان الفرج كان بينزل في الاول حاجه بسيطه خالص، وممكن ما يكونش ولا شعريه بتنزل، لكن انا جبت فيه نزول يعني طويل كده شعريه طولها. طب هي استخدمت اي حاجه قبل ما شعرها ينزل؟ لا عادي، انا ماشيه على نقط زيت معين وشامبوهات، ما بستعملهاش حاجات وخلاص. اوكي. ومن ناحيه التغذيه اكلها عادي يعني زي اي طفل في السن ده، يعني مش اكل للدرجه. بتاكل ايه يعني؟ ايه الاكل اللي بتعتمد عليه؟ ما في ناس بتاكل اكل ما فيهوش غذاء اصلا. اكل البيت يعني، لا هو اكل البيت عامه، بروتين، خضار، فاكهه، فراخ، لحمه، رز كده يعني. تمام. الدكتوره هترد عليك. شكرا لاتصالك جدا يا استاذه اسماء. طبعا البنوته دي احنا مبدئيا كده محتاجين نعمل لها طيب صوره. يعني يعني ناخد ام هبه ونكمل. مهبه اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي، اتفضلي. انا دلوقتي بنتي عندها 17 سنه، ودلوقتي في حد شباب دايما بيطلع لها، وفي صديد بسيط كده ماشي، الحد صغير وفي صديد بسيط، ولما بيختفي بيسيب اثر غامق، وهي بشرتها دهنيه. فهل انا عايزه اعرف حب الشباب ده ليه علاقه بالاكل؟ وهي بشرتها دهنيه تعتني ازاي بالبشره الدهنيه؟ تمام. وهل في بروتوكول كده؟ شكرا جزيلا. بالبشره الدهنيه. شكرا. تمام. شكرا لاتصالك يا ام هبه، شكرا ليك. طيب ناخد اتصال ام اسماء، بنتها 9 سنين وشعرها في فراغات وملتزمه باكل البيت وما الى ذلك. تمام. هنحتاج بس مبدئيا كده نعمل لها صوره دم كامله ومخزون حديد. ممكن عندها انيميا. ممكن قوي يكون عندها انيميا، فبالتالي دي مأثرة شويه. وكمان لازم نشوف السيركمستانسز او الظروف اللي البنت عايشه فيها، لو في شويه ستريس او مشاكل او قلق، ده برده بيبقى ليه امباكت خصوصا على الاطفال. وممكن قوي بقى نبدا نشوف البنت ونفحص فروه راسها، ممكن يكون عندها شويه قشره فنعالجها، ونكتب سيرم او حاجات موضعيه تحسن شويه شعر ويبدا التساقط يقل. كويس. ده كده الاجابه على ام اسماء. ام هبه بنتها بيطلع لها حب شباب، وبيطلع وفي صديد بسيط، ولما بيختفي بيسيب اثر، ولما بيسيب اثر بتقول ان بشرتها دهنيه، ايه البروتوكول اللي ممكن تستخدمه؟ طيب اهم حاجه بس للبنت دي ان هي ما تلعبش في الحبوب خالص، عشان هي غالبا بتلعب فيها، احتمال تكون بتلعب فيها بالظبط، فبتسيب بقع، او احتمال تسيب سكارز او حفر او ندبات. فاهم حاجه ان هي ما تلعبش خالص في الحبوب دي بالظبط. تاني حاجه ان هي تستخدم واقي شمس مناسب لنوع بشرتها زي ما قلنا قبل كده، اللي هو الجل، بشرتها دهنيه، اللي هو الجل او الاكوا فلويد او الشيكا فلويد او الحاجات اللي هي خفيفه خالص، بحيث لما تستخدمه ما يكونش حبوب او ما يبقاش تقيل على بشرتها. لازم تستخدم غسول للبشره الدهنيه. يتغير كل قد ايه؟ يتجدد كل ساعتين. كل ساعتين بالظبط. لو هي هتفضل بالظبط، لو هي تفضل متعرضه للشمس بره، وهتخرج عندها دروس، عندها محاضرات، بتتعرض على طول في الشمس، فهي لازم كل ساعتين تجدد صن سكرين عشان يدينا الايفكت اللي احنا منتظرينه. لازم تستخدم غسول مناسب لبشرتها الدهنيه، يكون فيه مقشرات، وفي مش صابونه، يكون غسول وبيكون فيه مقشرات مناسبه لنوع بشرتها، بتستخدمه مرتين في اليوم، ده بيقلل قوي الاويلي سكريشنز او الافرازات الدهنيه. بتستخدم سكراب برده للبشره الدهنيه مره مثلا في الاسبوع. وطبعا طبعا لازم تروح لدكتور جلديه عشان يشوف نوع الحبوب الموجوده، ويعمل لها اسسمنت، ويحط لها خطه علاجيه مناسبه، بحيث ان احنا نخرج بقى من فتره حبوب الشباب دي ان احنا ما عندناش حبوب وما عندناش اثار. ام هبه بتسال سؤال، عشان هبه تقريبا قاعده جنبها. تمام. في اكل معين ممكن يكون بيزود الموضوع ده ولا لا؟ اهم حاجه نقلل السكريات قوي في الاكل، الشوجرز والحاجات اللي هي المكرونه، الباستات والرز والدقيق الابيض، الحاجات بتاعت الفرن الفينو. هي بقى تزعل جدا مني. الحاجات بتاعت الفرن الفينو، الباتيه والعيش الفينو والبيتزا والحاجات دي. وطبعا الدهون المشبعه نحاول نقللها شويه، بلاش الجانك فود او الاكل الجاهز. كويس. دلوقتي اتكلمنا كده يعني على كام سؤال، واتكلمنا عن مشكله الشعر. طيب احنا اتكلمنا عن الفرد الشعر، وقلنا انه الشعرايه ممكن تتحسن لكن مش ممكن تتحول نهائي. طيب الجزئيه الثانيه، حد كل ما بتسرح شعرها بتطلع بشويه شعر في ايديها. تمام. ايه الاسباب اللي ممكن توصل لده؟ وايه الحاجات، العادات الخطا اللي البنات كتيره بتعملها ممكن تكون بتسبب ده؟ خلينا متفقين ان احنا كلنا يوميا بيقع من شعرنا تقريبا افريج 100 شعرايه. ماشي. ده الصحي بالظبط. ده الصحي، ده اللي هو المظبوط او الايدل او اللي بيحصل معانا كلنا. لما بتزيد الكميه عن كده شويه بتبدا البيشنت تيجي احيانا، بيجوا حاطين شويه شعر في كيس، هي لما شعرها اللي واقع على السجاده والواقع في البيت، لانه بيبقى الموضوع مخيف شويه بالنسبه لها. فبنبدا برده نفحص، نشوف فروه الراس، نشوف في قشره ولا لا، نسال لو في مشاكل مزمنه ولا لا، نشوف في ستريس حصل. بنبدا بقى ناخد فول هيستوري او تاريخ مرض دي، ونفحص ونحط بلان اوف تريتمنت او خطه علاجيه عباره عن علاج موضعي، واحيانا بنحتاج جلسات. طيب ناخد اتصال تليفوني. ام محمد اهلا بيكي. انقطع الاتصال. مع محمد. ام عبد الرحمن. ايوه اتفضلي يا ام عبد الرحمن، اتفضلي. استاذنك بس يا ام عبد الرحمن توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من التليفون. ايوه
ايه؟ ام عبد الرحمن، عايزه اصلا على حاجه بسيطه. الدكتوره مع حضرتك، اتفضلي. يا بنتي ايه؟ شعرها انا مش سامع اي حاجه يا ام عبد الرحمن. شكرا لاتصالك يا ام عبد الرحمن. نكمل. في بس بوينت كنت عايزه اتكلم عليها برضو مهمه بالنسبه للبنات اللي عندهم صلع وراثي وماشيين على مينوكسيديل موضعي، ده الاسم العلمي. ماشيين على مينوكسيديل موضعي، المفروض ان احنا بنوقفه قبل الجواز بثلاث شهور، واحيانا في بعض الاطباء بيعملوا جلسات بفيناسترايد او ديوتاسترايد، المفروض ان هي برضو بتقف بفتره قبل الجواز. البنات اللي عندهم حبوب شباب وبياخدوا ايزوتريتينوين، المفروض ان هو بيقف شهر قبل الجواز، لانه الحاجات دي كلها ممكن تعمل تيراتوجينيستي او تاثر على الحمل او على البيبي. ناخد صوت تليفوني. محمد اهلا بيكي. ام محمد، يا ام محمد. طيب هي واضح ان ام محمد مش معانا على الخط. طيب احنا كده اتكلمنا عن ايه الحاجات اللي ممكن، الادويه اللي ممكن تقف قبل الحمل مباشره. الناس بتتجوز وعلى طول مستعجله على الحمل، ففي ادويه لازم تقف عشان ما تسيبش اثار سلبيه. طيب نيجي لجزء مهم جدا، احنا اتكلمنا عن الشعر، نيجي لجزء خاص بالبشره. تمام. كتير او معظم البنات من خلال، مش هتكلم عن حب الشباب دلوقتي، انا هتكلم عن نقطه كانت تكون في رايي اخطر من حب الشباب، الاستخدامات للكريمات الموضعيه والميك اب اللي بيجيبوه من على الرصيف، الحاجات اللي بتتحط على الوش بشكل مبالغ فيه، تحس ان هي كانت عند نقاش. تمام. دهن لها وشها بحاجات ما اعرفش جايبها من منين. انا ما عنديش مشكله ممكن. ما عنديش مشكله الناس تشتري حاجات رخيصه مثلا في اللبس، في في حاجات يعني الحاجات اللي على الجلد دايركت دي، لا نجيب حاجات الكواليتي بتاعتها كويسه، يكون نوع محترم، شركه محترمه ومعروفه. وفي حاجات ميك اب ميديكال او يعني بيراعوا بقى شويه انه الحاجات اللي موجوده في الحاجات الكوميرشال او التجاريه ما تكونش موجوده، واللي هي ممكن تاثر بالسلب شويه على البشره. معلش يعني الميك اب لا نجيبه ممكن يعمل كويس ايه ده؟ شوية. في مثلا انواع مثلا ميك اب بيكون فيها رصاص، مثلا كحل فيه رصاص كتير فيبدا طب قبل ما نكمل على النقطه ديت خلينا ناخد ام محمد عشان الاتصال بتاعها بيطلع كل شيء. ام محمد اهلا بيكي. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايزه اطول السؤال. الدكتوره مع حضرتك، اتفضلي. الدكتوره انا كنت عامله دايت وخسيت. تمام. فوشي من ساعتها مسحوب وخسس خالص، فعايزه اي وصفه اي حاجه يعني تملي الوش شويه. اوكي. شكرا لاتصالك يا محمد، شكرا ليك. المشكله في الدايت اللي هو الاجريسيف او اللي هو الناس اللي بتخس وزن كبير قوي في فتره قليله، انه بيحصل ساجنج او الوش بيهدل. بالظبط. وده بيحصل احيانا مع العمليات بتاعه التخسيس برضو. الوش بيهدل شويه، الدومر بلاستي او عمليات التكميم او الربط او ما الى ذلك، او انه حد حتى بيعمل دايت اجريسيف ونزل مثلا 10 15 كيلو في فتره قليله وما بياخدش بقى السبلمنتيشن او الدايت بتاعه مظبوط او الفيتامينز بتاعته مظبوطه، بيبدا يحصل كمان لوس اوف فاتس، الدهون بتاعت الوش بتبدا تفقد، فبيحصل ساجنج او الوش بيقع. طبعا على حسب الكيس بنبدا نعمل اسسمنت ونشوف. احيانا بنعمل جلسات هايفو، دي بتعمل ليفتنج او ترفع الوش شويه، احيانا بنعمل ليزر تايتنينج، وساعات بنعوض الفات اللي بيبقى لوست ان احنا نحقن فيلر في الاماكن اللي فيها فات لوست. احسن حقن الفيلر ولا حقن الدهون الموضعيه؟ دي حاجه ودي حاجه يعني. بس الفكره انه الفيلر حتى يعني احيانا البيشنت بنكون حقنين الفيلر وشكله لطيف، وهي ما بتكونش مبسوطه قوي من الشكل، فممكن ندوبه. فدي بتبقى حاجه ريفرسبل شويه او نقدر نتعامل معاها. حقن الدهون يعني بيقعد فتره اطول شويه، بس ممكن ما نعرفش نظبطه للبيشنت لو بيقعد فتره اطول. بيقعد فتره اطول، بيقعد فتره اطول، بيقعد فتره اطول طبعا. كويس. ناخد اتصال. استاذه اسراء اهلا بيكي. اسراء اهلا بيكي. استاذه اسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام. وطي صوت التلفزيون يا اسراء واسمعينا من التليفون. انا بس عاوزه اسال، عندي عيال اخويا عملنا لهم فرد شعرهم، خلى شعرهم وقع شويه. مش شويه، ده هيقع كتير. وقع يعني بقى صغير، كان الاول كبير وكده، دلوقتي بقى صغير. ايه اللي خلاكوا عملت فرد لشعرهم؟ هو كان شعرهم وحش وراح جابوا الفرد ده وعملوه. وعملتوه فين بقى؟ في بيت سنتر عندنا واحدة عملته. بيت سنتر. تمام. دلوقتي هو شعرهم بيوقع، سنهم كام سنة؟ عندهم 15 سنة. فعايزة أعرف هو يعني الشعر لما بيقع بيطلع تاني ولا كده خلاص؟ نوديهم لدكتور وكده. تمام. الدكتورة هترد عليكي. بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك يا أستاذة إسراء.
لقد وقعنا في الفخ. بالظبط. صح كده؟ صح. وقعنا ورحنا بيوتي سنتر وحطينا الحاجات اللي ما ينفعش نحطها. بالظبط. وبعد ما حطيناها بقى شعرنا بيقع شويه صغيرين وعمال يزيد كل شويه. وهيقع كتير. بالظبط. فهي بنسال دلوقتي بعد ما وقعنا في الفخ نعمل ايه؟ هو الشعر هيرجع تاني اوكي، بس أيوة. لازم ناخد بلان اوف تريتمنت، لازم يتحط لنا بروتوكول، لازم نمشي يعني لازم على علاج فتره ونطول بالنا. هناخد كورس من 3 ل 6 شهور والبنات تلتزم بيه كويس. تلتزم بيه والدنيا هتبقى افضل. بالظبط. و15 سنه ممكن على حسب تحمل البنات، لو يقدروا يتحملوا ممكن نعمل جلسات، ممكن نساعد شويه بجلسات. كويس. ايه الحاجات بقى اللي ممكن تتعمل للناس اللي حصل لها زي ما يقولوا وشهم وقع فعلا؟ ايه اللي غير الجلسات وحقن الدهون والفيلر او ممكن ايه الحاجات الطبيعيه في البيت ممكن يلتزموا بيها مؤقتا لحد ما يعملوا ده تساعد؟ لا هو مفيش حاجه هتعوض فوليوم. كويس. تساعد. لا ممكن بقى مع دكتور دايت لو هي يعني هتبدا بقى تظبط حاجات لوكالايزد، لو في حاجات مع دكاتره التغذيه هم يقدروا يظبطوها اوكي، لكن بس بالنسبه لنا لا مفيش. الجلسات بتاعتكم بتتعمل وايه بتجيب افكت بعد قد ايه؟ بتجيب افكت على حسب الحاله طبعا، يعني على حسب الحاله. في ناس بيبقى عندهم سيفير ساجنج بيبقى الوش واقع خالص، فحتى ساعات بتحتاج كومباينيشن، ممكن نعمل هايفو، ممكن نعمل ليزر تايتنينج، وبعد ما نخلصهم نحقن فيلر. كويس. في حد لا خلاص بيبقى حاجه بسيطه او بيشنتس انها صغير والتهدل بسيط فنبدا نحقن فيلر وخلاص تبقى ساتسفايد. كويس. فكله راجع للحاله نفسها، الاسسمنت بتاعتها والبروتوكول المناسب ليها. نكمل بقى في نفس الجزئيه دي، الناس كانت بتعمل دايت وبعد ما خست سابت علامات في جسمها. اوكي. العلامات دي بتضايق كتير من الناس، واعتقد ان معظم الناس عندها العلامات دي. علاجها ايه؟ هل ليها علاج فعلا ولا ملهاش؟ بعد الدايت بيحصل ساجنج او تهدل. أيوة. وساعات الناس اللي بتبقى مالت قوي وخست قوي في فترات صغيره بيحصل عندهم ستريتش ماركس. بالنسبه للتهدل او الساجنج في حاجات اللي بنسميها النون انفيزيف او اللي هي يعني مش جراحيه. دي بقى زي ما اتفقنا بنعمل جلسات هايفو، جلسات راديو فريكوانسي، جلسات ليزر تايتنينج، دي بتبقى ايفكتيف. بس طبعا دايما بقول العيانين عشان الاكسبكتيشنز او التوقعات دي مهمه قوي، هناخد نتيجه بس مش زي ما هنعمل جراحه. فلو حضرتك مش هتقدري تدفعي الباكج بتاعه الجراحه او انت مش حابه جراحه، في ناس ما بتحبش تجازف تدخل جراحه اصلا من بالزبط. دخول غرفه العمليات والاناستيزيا او التخدير والكلام ده كله. بالظبط. وفي ناس مثلا ما عندهاش داون تايم، واحده عندها اطفال وما عندهاش حد يتيك كير بالاطفال بتوعها. بالظبط. هي كده كده اصلا ما بتعملش ده بتعمله فهي هتفضل النون انفيزيف واي بتاعنا، هتجيلنا هنعمل بقى كومباينيشن، ممكن نعمل جلسات هايفو، جلسات ليزر تايتنينج، جلسات راديو فريكوانسي، الحاجات دي كلها بالكومباينيشن بتحسن، بس طبعا مش بنرجع زي الطبيعي. كويس. قبل ما اختم الفقره طب خلينا ناخد صوت تليفوني ونختم الفقره بسؤال. استاذ رجب اهلا بيك. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، اهلا بيك، اتفضل. كل سنه طيبين يا فندم، وتعادي ليكم يا فندم. وانت طيب وصحه وسعاده، اتفضل. تعادي الدكتوره فريق الاعداد وقناه صحه طيب. وجمال. بشكرك شكرا جزيلا، اتفضل. الله يبارك فيكم يا فندم. اكلم الدكتوره يا فندم. اتفضل. الدكتوره مع حضرتك، اتفضل. انا زيني خلي بالك يا دكتوره، 63 سنه. تمام. عندي قشره فظيعه جدا. أوكي. وعندي الشعر بتاعي تقولي عليه كانه بس يعني كانه مظبوط. اوكي. يعني كانه ايه؟ الشعر ماله؟ ناعم واسود. وعندي قشره فظيعه لدرجه اني انا خلي بالك دايما بيعرفوني انا بحط دهان او بحط زيت وعمري ما حطيت اي حاجه. يعني هل بعد 63 الشعر بيتغير مثلا؟ تمام. تمام. في سؤال ثاني؟ وعندي قشره فظيعه عاديه جدا، فظيعه قاعد يعيش فيها كده. شكرا جزيلا لاتصالك استاذ رجب، الدكتوره هترد عليك. بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. استاذه ياسمين اهلا بيك. اتفضلي يا استاذه ياسمين. اهلا. اتفضلي يا ياسمين احنا سامعينك. انا كنت عايزه اسال الدكتوره، انا حواجبي مش بتطلع، ما فيهاش شعر خالص وخفيفه. هي طبيعتها كده ولا بدا الشعر فيها يقع؟ لا شعري كمان بيقع. لا يعني حواجبك طبيعتها كده طبيعتها خفيفه كده ولا بدا الشعر حواجبك بيقع؟ لا انا حواجبي بطبيعتها كده. اوكي تمام. في اي استفسار تاني يا استاذه ياسمين؟ هي خفيفه. خفيفه خفيفه. اوكي تمام تمام، شكرا جزيلا لاتصالك يا ياسمين، الدكتوره هترد عليكي. ناخد اتصال استاذ رجب، بيقول ان هو عنده قشره في شعره، بيوصف شعره انه ناعم واسود.
وما حطش هي اي حاجه على الفكره شعر. بس انه القشره في فربه الراس دي بيقع تحتها كذا دايجنوزس او ديفرنشال دايجنوزس كذا تشخيص بالظبط. ممكن تكون اكزيما دهنيه فمحتاجين نشوف نفحص الفيس او البادي بتاع البيشنت. احيانا بتطلع قشره عند الحواجب عند النوز ورا الودان مكان الشست او يعني على العظمه بتاعه الصدر بالظبط. فدي بتبقى اكزيما دهنيه او سيبوريك درماتايتس. ممكن تكون سورايسز او صدفيه. ممكن تكون قشره عاديه. فبالتالي احنا لازم نفحص البيشنت وبنعمل تيست واحنا بنفحص ونشوف بالظبط نقرر التشخيص وعلى اساسه بنحط العلاج المناسب ليه. فهو لازم يتفحص خصوصا هو بيقول القشره تقيله قوي. فلازم يتفحص عشان يتشخص وياخد علاج وهيتحسن طبعا ان شاء الله. اكيد. الاستاذه ياسمين بتقول حواجبها هي اصلا طبيعتها خفيفه فهل في حاجه ممكن تخلي في حاجات في الماركت طبيه زي ماسكارا كده او حاجات موضعيه بتحسن الرموش وبتحسن الحواجب نمو بتحسن الرموش. شويه وبتقل شويه بالظبط. كويس. اختم بقى الفقره عشان دايما الفقرات مع دكتوره نسمه مليئه بالاتصالات. فانا عايز اختم الفقره بتاعتنا ايه الحاجات او النصايح اللي انت تحب توجهيها لكل بنت مش بس كل عروسه لكل بنت سواء بشرة شعر حب شباب تصبغات. تمام. اول حاجة حابة انصح بيها ان احنا بنهتم بنفسنا عشان نفسنا. يعني انت لازم تهتمي بنفسك مش ان انت هتتجوزي او هتتخطبي او هترتبطي. لا انت مفروض to take care of yourself حتى لو انت مش مرتبطة. ده عشان نفسك مش عشان اي حاجة. دايما بشوف انه المشكلة لما بتبقى في بدايتها احنا بيكون العلاج اسهل بكتير. ولو حتى محتاجين جلسات او علاجات بتكون اقل وبتكون effective وبتكون الفترة ابسط بكتير. لازم نبقى عارفين نوع بشرتنا ونمشي على روتين يومي او بروتوكول للبشرة دي يكون مناسب ليها. لانه ده بقى بيجنب مشاكل تانية. يعني سان سكرين هيمنع تصبغات هيمنع الايجنج يعني هيأخر الايجنج مش هيمنعه هيأخر ظهور الرينكلز وهكذا. لازم نمشي على بروتوكول مناسب وانس مشكلة ظهرت نراجع طبيب الجلدية. دكتورة نسمة سميرة اخصائية جلدية وتجميل وليزر انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. في كل مكان انتظروني في الفقرة الثانية من فقرات اليوم مفتوح على شاشة قناة صحة وجمال. الفقرة الثانية هيكون معايا الدكتور عبد الله ربيع والاستاذ عبد الرحمن جمال. فانتظرونا اوعوا تروحوا في اي حتة. ورجعنا لكم مره تانية ومكملين معاكم الفقره الثانيه من فقرات اليوم مفتوح على شاشه قناه صحه جمال. الفقره دي اللي هنتكلم فيها عن بعد فتره الثانويه العامه او الناس بتنتظر النتيجه. وانتظار النتيجه ده معظم الناس الاسر بتبقى على اعصابها في انتظار النتيجه اللي ممكن تحدد مستقبل مش بس الطالب الاسره. بعض الاحيان الاسره بتسبب ضغط نفسي على الطالب اكتر من الضغط النفسي اللي هو فيه سواء في فتره الثانويه العامه المذاكره يعني او في انتظار النتيجه. النهارده هنتكلم عن مدى صحه الضغط النفسي اللي ممكن الاسره تمارسه على الطفل مدى ايجابيته ومدى سلبيته. ازاي ناخد منه الايجابيات او ازاي ناخد منه السلبيات. هيكون معايا النهارده الدكتور عبد الله ربيع لايف كوتش وخبير علاقات. برحب بيك دكتور عبد الله. اهلا بيك منورنا. اهلا بيك الله يكرمك. استاذ عبد الرحمن جمال طالب سابق بالثانويه العامه مريت بمرحله الثانويه العامه وهنستقي من تجربتك بعض النصائح للناس اللي منتظر النتيجه بتاعتها دلوقتي. الله يخليك ان شاء الله تكون حلقه مفيده للجميع ان شاء الله. دكتور عبد الله خلينا نبدا كده بفكره الكابوس او ما بيسموه كابوس لكن انا شايف انه مش كابوس. شايف انه فتره الثانويه العامه وانتظار النتيجه بهذا الكم من القلق والتوتر انت شايفه ازاي؟ بص هو الموضوع بيبدا من بدري شويه من قبل ثانويه عامه من ايام الطفل ما كان في ابتدائي. بص هو انت لازم ايه تتعب شويه عشان ايه ربنا يكرمك وترتاح في اعدادي. في عيني الواد يدخل اعدادي تلاقي الاهل يقولوا انت اتعب شويه في ثالثه اعدادي عشان ربنا يكرمك وهترتاح في ثانوي. فيدخل في ثانوي ارتاح شويه عشان ربنا يكرمك وترتاح في الجامعه. فيكتشف انها ضغوط اصلا من البدايه خالص. ما هو لو احنا من البدايه واقعيين مع اولادنا ان الحياه هي تعب ومقابل التعب ده ومجهودك هتلاقي حاجه حلوه. الطفل مش هيبقى في مرحلة الضغط اللي هي عمالة على بطال عشان عارف انها فترة وهتخلص. الضغوط عمرها ما بتكون فترة وبتخلص. لان زي ما في ضغوط وفي مجهود على قد مجهودك على قد النتيجة بتاعتك. فان احنا نفهمهم ان بس دي فترة وبتخلص ده مش حقيقي. وده بيكون السبب اللي بيخلي اطفال من ضمنهم بالمناسبة مثلا اخويا كان طالب ثانوية عامة بسبب بالظبط عبد الرحمن بسبب الضغوط حصل له ألم في الظهر وفي الرقبة ما كانش بيقدر يحرك رقبته وانت كنت على دراية بده على مدار السنة. بمجرد ما خلص آخر يوم امتحان فالموضوع اختفى ومفيش أي حاجة. وكل الدكاترة اللي رحنا لها مفيش سبب عضوي وكل الأدوية والكريمات كل الحاجات دي ما كانتش بتجيب نتيجة. فهتلاقي ده بسبب نظرة المجتمع وضغوط الأهل
عملت عنده العامل النفسي اللي خلقت المرض العضوي عشان يبقى حجه عشان يقعد في السرير. عشان يهرب من الضغط النفسي، يخلق حاله الهروب بتاعته، يخلق حاجه بعيد، خداع نفسي لنفسه عشان يبعد عن المشاحنات او الجو المضغوط بتاع الثانويه العامه. بالظبط. عبد الرحمن، انت مريت بالتجربه، هل بقى كان في بقى ضغط بيمارس عليك في البيت؟ ذاكر، ركز، لازم توصل لمجهود معين، ولا كان بيحصل ايه؟ هو طبيعي يعني في اي بيت في الثانويه العامه اهلك بيبقوا مستنيين منك اللي انت تتوفق وتنجح، فاكيد بيمارسوا عليك الضغط، ولكن الضغط اللي هو مش بيبقى متعب ليك، ولكن هم ضغط اللي انت اصلا بتبقى محتاج حد يقول لك ذاكر، محتاج الدعم حد يعني. الدعم، محتاج حد الدعم يبقى يقوله لك، فده مهم جدا. خلي في بالك ان انت تتلقى الدعم من الناس اللي حواليك ليك، المحيطه بيك، دي حاجه مهمه جدا. الاب والام، الاخوات، القرايب، الاصدقاء، كل ده بتبقى حاجه مهمه جدا في الفتره دي، لانك انت لوحدك لو مش هتقدر تكمل سنه طويله جدا، حوالي 11 شهر بتبقى في الثانويه العامه، ما اعتقدش ان في حد هيقدر يكمل الفتره دي من غير دعم من الاسره والاصدقاء. اكيد طبعا. طيب مين اكتر حد كان بيدعمك؟ اكيد والدي ووالدتي. يعني على طول كده، مين كان بيدعمك؟ والدي ووالدتي طبعا، واهلي كلهم واصدقائي كلهم برضه، يعني كنا اصحاب شله يعني، اخوات يعني، وبنذاكر ومحدش بيبخل على حد المعلومه. ودي نقطه مهمه، فكره انه محدش بيبخل على حد المعلومه. انت شايف الجزئيه بتاع فكره الدعم، الناس اللي حواليك تديك دعم، وفكره انه مجموعه مع بعض بيذاكروا كل واحد فيهم نفسه يوصل لهدف، شايف ده ازاي في الثانويه العامه؟ في جاب كبيره قوي ما بين فكره الدعم والضغط. ايوه. الدعم ان اجي اقول لك والله يا خالد اعمل اللي عليك، وانا شايف طالما انت عملت اللي عليك، دخلت بقى طب، دخلت هندسه، دخلت صيدله، ايا كان الكليه مش هتفرق خالص، على عكس من ان انا اقول لك بقى لا ده انت لازم طب، انت لازم طب، انت لازم طب. ففي فرق كبير من ان انا ادعمك واقول لك انت برافو عليك، انت تقدر، انا معاك، لو احتجت حاجه قول لي وانا ساعدك، ومش مهم النتيجه عامله ازاي طالما انت بذلت المجهود الكافي. وان انا اقول لك لا هو لازم طب، ما عندكش حل تاني، ما عندكش اوبشن تاني، لازم كليه من كليات القمه، طب، صيدله، هندسه، وهم كليات القمه. هي مش كليات قمه، هي اي كليه لو بقيت شاطر فيها هتبقى قمه بالنسبه لي. يعني بتاع علم النفس ده ما هو بيخرج بيشتغل تحليل نفسي، او بيشتغل في مجال التحليل النفسي زي الدكتور النفسي، واحيانا الدكاتره النفسيين بيعتمدوا عليهم. فاذا طب ما هو ده مهم، ان ده بتاع صيدله. احنا شفنا في ازمه كورونا الاخيره مش بس الدكتور هو اللي كليه قمه، ما هو الدكتور ده كان محتاج حد يحميه، فاذا مش دي بس كليه القمه، كان محتاج صيدلي يخدم عليه ويصنع له ادويه، فاذا دي ما كانتش كليه قمه. فهتلاقي ان كل مهنه في المجتمع هي مهنه قمه لو اهتمينا بيها. النهارده لو الدوله اتجهت في اتجاه انها تخلي كليه زي الحقوق بتقدير 100%، الناس هتسيب طبها تجري عليها عشان بس. لا زمان على فكره كانت حقوق ديت كانت من كليه القمه طبعا، كليه الوزراء والمستشارين كان زمان بيتقال عليها كده. فانا بس بدي لك مثال، لان احنا النهارده لو اتجاه الدوله في احتياج لمحامين بكميات كبيره جدا، هتلاقي الناس كلها سابت طب وهندسه وصيدله وراحت للمحاماه. كذلك بقى على اي كليه. بتقيسها انت على نفس النمط، انه احتياج الدوله او التسميه الشائعه في المجتمع هي اللي تخلق من كليه دون عن الثانيه ان هي تبقى كليه قمه. هو هنا مش احتياج الدوله، احنا هنا في مصر هو احتياج الاهل. هم شافوا ان طب او هندسه او صيدله هي القمه، لكن مش الدوله. الدوله هتلاقي دايما هي محتاجه المحامين، محتاجه الصيادله، محتاجه المدرسين، محتاجه كل الفصائل يعني. كويس. عبد الرحمن، شايف فكره كليات القمه، انت شايف ان في حاجه اسمها فعلا كليات قمه، ولا شايف ان هو مجرد مسميات الناس بتقولها تحت مسمى كليات القمه؟ اعتقد ان هي مجرد مسميات جد، يعني هو اهم حاجه انت تجتهد في اي مكان انت موجود فيه. يعني انت ممكن ما في دكتور فاشل بس انت وفي دكتور ناجح، وفي اي كليه بيبقى فيه الفاشل والناجح، ولكن اهم حاجه انت اي مكان انت موجود فيه تنجح فيه، وده القمه. يعني نجاحك في اي مكان انت موجود فيه ده بالنسبه لي القمه. كويس. يعني انت شايف انه فكره كليات القمه او مسمى كليات القمه ده وهم، الحقيقه ان انت لازم تجتهد في المكان اللي انت موجود فيه عشان توصل ايا كان للقمه. ايا كان المكان، اهم حاجه تجتهد في المكان وتعمل كل ما بوسعك اللي انت تنجح في هذا المكان. كويس. طب خلينا ناخد صوت تليفون. استاذ محمد، اهلا بيك. استاذ محمد. الو. اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل. الو. يا استاذ محمد، سامعينك، اتفضل. برحب بحضرتك يا استاذ خالد وبضيوفك الكرام، وخصوصا بالاستاذ عبد الرحمن جمال صديقي الشخصي. اهلا بيك، هو معاك بيسمعك. اهلا بيك يا محمد. تعال بقى اتكلم
كنت عايز اتكلم الاول بالنسبه للموضوع اللي هو بعد الثانويه العامه بعد النتيجه يعني انا والله شايف انها يعني اهم فتره في حياه الطالب او اللي هو الشاب في حياته في الفتره دي، لان يعني انا شايف انها اهم من الثانويه، لان بعد الثانويه في مصر طبعا شايف النظام غلط ان هو ما جابش طب ما جابش هندسه كده هو مستقبله ضاع كده ملوش مستقبل كده هو فشل كده حياته ضاعت، كل ده غلط طبعا. يعني شفنا بعض الامثله، هنلاقي بعض الناس في مصر مش هنروح بعيد يعني اللي هم ناجحين وخارجين مع احترام مش بقلل من حاجه كليه تجاره، كليه تجاره طبعا كليه كبيره شكلك في كليه تجاره يا محمد. لا في اداب، في اداب. واللي شايف برضه اللي بيبقى عليهم العامل في الموضوع ده هو الاهل. الابن لو اخر في الثانويه العامه المفروض انت كاب او كام او كاسره تشد من قدره يعني عشان لا. بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ محمد، رسالتك وصلت، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور عبد الله نكمل فكره انه الناس بدات تدرك الى حد ما انه كليات القمه هي الكليه اللي انت بتنجح فيها، وراي عبد الرحمن وراي المتصل، انت شايف مين الشخص اللي ممكن يكون بيزرع فكره كليه القمه دي في الشخص وبيخليه يصدقها لدرجه انه ممكن يفنى حياته ووقته ومجهوده في حاجه اصلا ممكن ده مش هدفه او حلمه؟ بابا وماما غالبا. لان زي ببساطه كده المهندس عايز ولاده مهندسين، الدكتور عايز ولاده دكاتره، الاعلامي عايز ولاده كلهم مذيعين، المحامي عايز ولاده كلهم محامين، الصيدلي عايز كلهم ولاده صيادله. فما بنبصش الولد ممكن يبقى شاطر في ايه، اهتماماته رايحه فين، فكره يبقى احسن فين، هو حابب ايه، لان الحاجه اللي حاببها هينتج فيها اكتر على عكس العالم. فبابا وماما دايما في المقام الاول اكيد هم السبب في فكره كليات القمه، وانك لازم تبقى زي بابا وزي عمه وزي جده، الكلام اللي احنا بنسمعه. طب انت فاكر تفتكر انه ممكن نحل ده ازاي، او ايه الرساله اللي ممكن نوجهها للاب والام في البدايه اللي لسه متجوزين ومخلفين، ممكن يعملوا ايه مع اولادهم عشان ما يضلش الوهم ده قائم الى ما لا نهايه؟ ربي ابنك على انه يحب اهتماماته وما تحولش مسار اهتماماته طالما ما بيعملش حاجه غلط. يعني لما تلاقي طفل هو طول الوقت بيلعب بمكعبات واشكال هندسيه وبيحب يركب البيوت، لا مش عشان انا مثلا والده ظابط فلا احنا نسيب الحاجات دي ونروح نجيب له مسدسات بقى وكلبشات ويقبض على اخواته في البيت. لا ده مش صح. هو صح احنا نشوف هو ميوله الفكريه رايحه لفين، لما بيجي يلعب بيميل ليه اكتر، ونبدا بقى ننمي ده. يعني طالما حب ده هيبدع فيه لما يكبر. كويس. فكره التركيز يا عبد الرحمن على فكره انه كل شخص فينا مبدع في جزئيه، ممكن بعض الاحيان بيبقى عارف هو مبدع في ايه، وبعض الاحيان ما بيكونش عارف هو مبدع في ايه. وانت منتظر نتيجه الثانويه العامه عبد الرحمن، كان شعورك ايه وقتها؟ هي دي بتبقى فتره برضو صعبه، لان انت بتبقى عايز تعرف نتيجتك وعايز تعرف مصيرك وحلمك، انت هتخش ايه، كليه ايه، مجموعك هيبقى كام، عايز تبص مجموعك هيجيب كليات ايه. دي بتبقى فتره صعبه جدا لاي طالب، ولكن هي مع الوقت بمجرد ما النتيجه بتظهر دايما كل طالب بمجموعه بيشوف الكليه اللي جات له. فتره التنسيق برضو، التنسيق برضو بتبقى صعبه جدا. منك فتره التنسيق واحساسك فيها ايه، ولكن خلينا اتصل تليفوني. استاذ مدحت اهلا بيك. مساء النور يا فندم، اتفضل. دكتور خالد ازي حضرتك؟ اهلا بيك الحمد لله، اتفضل. كل سنه وانتم طيبين. طيب صحه وسعاده. اهلا بيك يا زميلي، اتفضل سامعينا. انا بشارك في النقطه اللي اتكلم فيها الدكتور عبد الله، تحياتي برضو لشخصه الكريم. فكره ان كل الناس او كل الاهالي فاكرين ان الكليه اللي هم عايزينها هي دي كليه القمه، زي ما هو اشار من شويه وقال ان الضابط لازم ابنه يطلع ضابط والدكتور لازم يطلع دكتور. دي مشكله كبيره جدا كمان. فلازم يبقى الطفل هو اللي عارف من البدايه، وعارف ان اصلا ميوله بتتغير من وقت للتاني، ومن سنه للتانيه ومن فقره للتانيه. فلازم يبقى في اختبارات، ولازم يبقى في اصلا اهتمام من الاب والام. الناس تبقى عارفه ميول الطفل عامله ازاي، لحد ما هو اللي في النهايه هو اللي يختار. زي ما هو قال، كل فيش حاجه اسمها كل كليه قمه وكليه قاع، كله بيختم على كله. كويس، وصلت رسالتك يا استاذ مدحت، انا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. تعليقك ايه على كلام استاذ مدحت؟ كلامه مظبوط جدا، لان لازم دايما من فتره للتانيه نقيم ابنائنا. زي ما قلنا من شويه، مش معنى ان ظابط فلازم يطلعوا ظباط. ما انا لما اشوف اهتماماتهم الاقي حد رايح نفسه يبقى لعيب كوره، وده مش عيب ولا حرام ولا غلط، الاقي حد تاني نفسه يبقى مهندس، فيبقى ناجح جدا ويبقى عظيم جدا، ولا يبقى ظابط مرتشي، يبقى دكتور شاطر قوي، ولا يبقى دكتور فاشل.
فدايما لازم نقيم ابنائنا واهتماماتهم علشان نعرف عشان نعرف هم الاتجاه ده رايح فين. عبد الرحمن احكي لي على فكره التنسيق وانتظارك للتنسيق في الثانويه العامه، كانت احساسك ايه وقتها؟ زي ما قلت لحضرتك دي فتره بالنسبه لنا فتره من اصعب الفترات في الثانويه، لانك بتبقى مستني الكليه اللي جات لك او انت كاتب رغبات بتبقى مستني تعرف الكليه اللي جات لك وتركز على الكليه اللي جات لك. فانا من وجهه نظري انا طالما انت عرفت الكليه اللي جات لك في التنسيق انت بتبقى التوتر كله بيروح، التوتر كله اللي انت عرفت مصيرك خلاص، انت عرفت انت رايح فين. عرفت انت رايح فين، فالتوتر بيروح وكل حاجه بتروح. فطالما عرفت كليتك خلاص بالنسبه لي بقى كل واحد كل شخص بقى بيحاول يركز على كليته، بيحاول يركز على ازاي هيقدم ازاي يعمل. فمتهيألي من بدايه ظهور نتيجه التنسيق اي توتر بينتهي في الثانويه العامه. انت بعد ما التنسيق بتاعك ظهر وشفت التنسيق بتاعك راح فين وداك فين وجبت منين، بدات تحط ايه الخطه اللي انت بدات تعملها عشان تشوف نفسك هتعمل ايه؟ انا اول حاجه بكليتي انا دخلت شفت ال ال في الكليه شفت الـ الـ الاقسام اللي موجوده في الكليه عندي، ابتديت اشوف انا عايز اخش قسم ايه في الكليه، قارنت ما بين جامعتي كليتي في الجامعه بتاعتي والجامعات التانيه عشان اكتب مثلا انا هنا من سكان القاهره فمتاح لي 3 جامعات، ممكن اكتب القاهره او ممكن اكتب عين شمس او ممكن اكتب حلوان، فمتاح لي الـ3 كليات. فانا بتشوف بقى مثلا جالي كليه علوم فبحاول اشوف الاقسام اللي في كليه علوم اللي موجوده في القاهره او موجوده في عين شمس او موجوده في حلوان، بحيث من خلالها اقدر اكتب الكليه دي رغبه اولى او الجامعه دي رغبه اولى او دي او الجامعه الثانيه او الجامعه الثالثه. دي مهمه جدا لاي طالب اللي هو يشوف الكليه بتاعته الاقسام فيها ايه عشان بالتالي يختار. في كليات تانية طبعا ما فيش فيها اقسام من سنه اولى وفي كليات بيبقى فيها اقسام، فدي لازم الطالب لما يجي له كليه او هو بيحط تنسيق يراعي الحته دي كويس، ان هو يقارن يفتح يبحث عن النت يشوف الحاجات ايه احلامه توديه فين طموحاته محتاج ايه ويبدا يرتب على اساسه، يعني ينسق هو مع نفسه كمان ينسق بقى لا من قبل ما التنسيق هو بيحط الرغبات يعني مثلا اشوف الكليه دي ايه اللي يميزها في الجامعه دي عن الجامعه دي. فاهم حضرتك كويس، دي حاجه مهمه كويس. وصلت النقطه دي عبد الرحمن. دكتور عبد الله، فكره انت اخوك انت المفروض دلوقتي منتظر في خلال يومين. لا انا مش منتظر، هو اللي منتظر. برضه اخوه منتظر، يعني انت اكيد تعبت معاه كوقت وكمجهود وكاهتمام وكاتصال وعشت معاه لحظات الثانويه العامه من وقت للتاني. تفتكر ايه الوسائل الدعم اللي انت بتقدمها لعبد الرحمن مش بس هو كان بيمتحن، لا ده وهو منتظر النتيجه؟ ان هو خلاص انا متاكد يقينا انه في الفتره اللي فاتت عمل اللي عليه، فطالما عمل اللي عليه بقى فاضل توفيق ربنا، فده ما حدش يقدر يتدخل فيه، فايا كانت النتيجه فاكيد انا هبقى مبسوط بيها جدا، ولو كانت يعني ايا كان شكلها عامل ازاي. واعتقد برضو هو هيبقى نفس الكلام، لان احنا مبدا ماشيين بيه طالما اجتهدت لازم ربنا يكافئك، ولو المكافاه دي قلت يبقى اذا ربنا الكرسي اللي انت كنت حاطه في خيالك ده مش مناسب ليك، ومعناها ان ربنا بيجهزك لكرسي تاني احسن بكتير ومكان احسن بكتير. طيب خلينا اتصل تليفوني واسالك سؤال مهم جدا في النقطه دي. استاذ عبد الله اهلا بيك. اهلا بيك يا غالي. انا بس سؤال، يعني حاجه بس سؤال. اتفضل. هو انا مثلا انا لو اتجهت لاتجاه معين في التعليم ده بقى النتيجه كده؟ لو انت ايه؟ لو انا اتجهت المجموع بتاعي كان قليل. المجموع بتاعك كان قليل؟ فانا اخطات بناء على ايه؟ انت فاهم السؤال يا دكتور عبد الله؟ لا ما سمعتش كويس. استاذنك يا استاذ عبد الله تعاود الاتصال مره اخرى. بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك على اي حال. يعني دلوقتي هو خلاص جاله تنسيق، التنسيق ده ممكن سواء كان مناسب بالنسبه له فهو كده عارف الخطوه بتاعته او هدفه فين، اكيد هيشعر بخيبه امل او حزن او ضيقه. تفتكر هتقدم له دعم ده ازاي؟ بس أنا قبل ما نعرف نقدم له دعم ازاي هناخد صوت تليفون. استاذ مصطفى اهلا بيك. استاذ مصطفى اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، حضرتك سامعني؟ انا سامعك. اتفضل. يعني كنت عايز اقول لحضرتك يعني ان الثانويه العامه تجربه كويسه جدا ممكن اي حد يخشها،
يبقى عايز ان هو يعيدها تاني. وحضرتك يعيدها تاني؟ يعيدها تاني ليه يا مصطفى؟ انا سنه الثانويه العامه بالنسبه لي كانت سنه من اجمل سنينها. عشان كنت بتجمع فلوس كتير ولا كان ايه الموضوع؟ لا مش تجميع فلوس يعني. الجو اللي احنا كنا عايشين فيه رغم ان هو كان في ضغط، لكن برضه يعني ربنا كافئك بعد الضغط ده. يعني جبت النتيجه وفرحت، ويعني انا فاكر وقت ما جبت النتيجه انا جبت كنت جايب 95%، فوقفت كده خلاص يعني قلت هجيب كليه علوم والحمد لله يعني. ده اللي كان في دماغي. وما كان وقتها كنت انا واصحابي مع بعض، فشفت يعني دموع في عين اصدقائي يعني ان هم زعلوا. وصلت رسالتك يا استاذ مصطفى، انا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. كنت بكلمك ايه وسائل بقى الدعم النفسي اللي انت ممكن تكون بتقدمها بعد ما وصل للتنسيق بتاعه وعرف هو رغباته هتوديه فين وهيروح فين، بيبقى عنده شيء من الحزن ومن خيبه الامل، فكره انه لو ما وصلش، لكن اتمنى ان شاء الله باذن الله انه يوصل لهدفه او لحلم بتاعه. بعد كده المفترض يعمل ايه؟ بص، هي نصيحه لكل الناس مش بس الناس بتوع ثانويه عامه. اوعى تعافر على حاجه ربنا منعها عنك. كتير بنعافر على حاجات ونجري وراها، وعشان جريك وسعيك عليها اكتر من اللازم وهي مش مناسبه، احيانا ربنا يختبرك ويقول لك طب اتفضل اهي معاك. تكتشف ان دي سبب تعاستك في الحياه وفي كل حاجه موجوده حواليك. زي ما قلت لك من شويه، ما كانش الكرسي مناسب ليك، فاوعى تعافر على مكان يا اصغر منك يا ضيق عليك، فاوعى تعافر على مكان او كرسي مش بتاعك. طالما ربنا جهزك لطريق كمله وامشي ورا طريق ربنا، مش هتخسر. ما انت ياما مشيت ورا نفسك كانت ايه النتيجه؟ في الغالب بترجع تقول يا طب يا رب هو انا ليه حصل معايا كده. طب ما طالما كده كده اصلا في النهايه بنرجع لربنا، تمام. طب ما تجرب تشوف الكرسي اللي ربنا مجهزه لك، مجاز يبقى اشيك عليك، يبقى اليق عليك، يبقى ده احسن مكان بالنسبه لك. عشان كده ما تعفرش على حاجه مش بتاعتك، وطالما ما جاتش اعرف انها اصلا من البدايه مش بتاعتك. كويس، يبقى اذا انت عايز توصل رساله للناس انه انت بتسعى وتجتهد وتعمل اللي عليك، لو ربنا كرمك بالشيء اللي انت عايزه فاحمد ربنا، لو ربنا ما كرمكش في الشيء ده امشي في الاتجاه التاني، ممكن يكون ربنا حطك في الاتجاه ده افضل مكان يحطك في الاتجاه اللي كان نفسك فيه. مظبوط. عبد الرحمن، شايف الجزئيه دي في فكره انه لو انت كان حلمك في حته وربنا ما كرمكش فيها ورحت المكان تاني، مقتنع او احساسك بايه فكره انه اكيد ربنا شالني من الاتجاه ده ممكن ما اكونش ناجح فيه، واكيد وداني في اتجاه تاني ممكن ده يكون نجاحي او شغفي بعد كده؟ بالظبط زي ما انت حضرتك بتقول كده، يا في ناس بتقف لما كان نفسها في حاجه وما تجيلهاش، ممكن ناس بتحبط وما تكملش بقى حياتها طول اي حاجه وكده، ولكن دايما ربنا بيقدر لك الخير، دايما ربنا بيقدر لك الخير وبيحطك في المكان اللي هو ربنا شايفه ان انت هتقدم فيه حاجه وهتضيف للمكان ده. يعني دايما ما تيأسش، ودايما ربنا بيكتب للإنسان الخير في كل حاجة، ودي بيبقى حاجة ليك لأن ربنا عارف ان انت هتبدع في المكان ده، فعشان كده بيحطك فيه. كويس، انت كان نفسك بقى تدخل ايه ودخلت ايه، رحت فين، جيت منين، هدفك حلمك؟ هو كان نفسي، انا دلوقتي في كلية علوم، طبعا فرحان وسعيد وارتحت جدا. انا لما جيت لكلية علوم ما كنتش مبسوط، ولكن ارتحت جدا لما دخلتها، استمتعت بيها، شفت فيها حاجات ممكن ما كنتش شفتها قبل كده، يعني حبيتها لما دخلتها بأمانة، ومرتاح فيها جدا يعني، وعملت فيها صحاب. ده كان هدفك في الأول ولا كان عندك هدف؟ لا لا، أنا ما كنتش هدف في كلية علوم خالص، ولكن مبسوط فيها. حابب تقول هدفك إيه ولا مش حابب تقوله؟ لا عادي، كان هدفي أي كلية. لكن في النهاية دخلت كلية علوم مبسوط فيها، مرتاح فيها، ناجح فيها ومستمتع فيها. عبد الرحمن، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا. عبد الرحمن طالب جامعي. هختم الفقره بكلمه ونصيحه من دكتور عبد الله ربيع ولنهي هذه الفقره. المكان المناسب ليك صدقني هو المكان الحالي. اماكن كتير بنعافر عليها زي ما قلنا من شويه ما بتبقاش بتاعتنا، زي ما شفنا في ازمه كورونا في الوقت اللي احنا فيه والوقت اللي فات، بدون فني التمريض ما كانش هيبقى فيه رعاية صحية، والدكتور ما كانش يعرف يشوف شغله، مع ان دي بيسموها كلية قمة والتانية لا. فني التحاليل من غيره ما كانش الناس هتكتشف اصلا فيروس كورونا، فمعناها ان الدكتور مش هيعرف يعالج المريض. من غير الراجل بتاع الصيدلة وبتاع الأدوية نفس القصة. من غير فني الأشعة ما كانش هيعرف الدكتور المشاكل اللي في الرئة، فيعرف ان الراجل ده مصاب فيروس كورونا او لا. فاذا كلية القمة هي اللي انت بتصنعها، هو مكانك اللي انت بتحققه، هي دي القمة بالنسبة لك. فالمكان اللي انت فيه صدقني ده انسب مكان بالنسبة لك لو رضيت باللي ربنا كتبه لك.
دكتور عبد الله ربيع لايف كوتش وخبير علاقات. انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا. مش هجد افضل من انا دكتور عبد الله ربيع عشان نختم بيه هذه الفقره. نروح للفقره الثالثه من فقرات اليوم مفتوح على شاشه قناه صحه جمال. هتكون معانا الاستاذه منى كمال. هنتكلم عن النشاطات اللي ممكن نعملها في الفتره الحاليه للاطفال والكبار بتكاليف قليله وفي نفس الوقت تاخد وقت من اطفالنا يكون اكثر ايجابيه. انتظروني الفقره القادمه. ورجعنا لكم مره تانية ومكملين معاكم الفقره الثالثه من فقرات اليوم مفتوح على شاشه قناه صحه جمال. الفقره دي بقى هي هتكون فقره بنتكلم فيها عن ازاي نستغل فتره ما بعد العيد في نشاطات ممكن الام تعملها في المنزل بادوات سهله وبسيطه وغير مكلفه وتفرغ نشاط الطفل بشكل ايجابي وليس بشكل سلبي كما نرى في بعض الاحيان. هتكون معايا في الفقره دي استاذه منى كمال مدربه التنميه البشريه. انا برحب بيك يا زلمه. مرحبا. اخبارك ايه؟ سلام حضرتك. طيب انت طيب؟ حضرتك طيب بخير. النهارده بنتكلم بقى عن النشاطات اللي ممكن الاب والام يعملها في البيت. قبل ما نبدا في الحاجات الجميله اللي انا شايفها والمبهجه والملونه دي خليني اسالك كده في البدايه، الام ايه اللي ممكن تعمله غير ان هي تسيب لاولادها التابلت او الموبايل ويفضلوا يلعبوا عليه طول اليوم وبعد كده نشوف مشاكل من خلال الانترنت؟ طبعا لازم اولا تستغل الوقت اللي هم بيقعدوا فيه في البيت ده بعيدا عن انهم يقعدوا 3 4 ساعات على التليفون او التابلت او الكمبيوتر او حتى شاشه التلفزيون والكرتون والحاجات اللي هم بيشوفوها. يعني بقى في العاب لتنميه المهارات، لو هم مثلا مش حابين يقعدوا مثلا يلعبوا في الشارع او في الجنينه لما عندهمش الاماكن دي، في تقدر تستغل الحاجات دي عن طريق الالعاب، تقدر تجيبها في البيت سهل جدا، موجوده في كل اماكن الالعاب يعني. واسمها العاب تنميه مهارات، ما فيهاش مشكله يعني هتلاقيها بكل سهوله. في نوعيات العاب تشغل بقى الدماغ الافكار او انا نفسي بحبها يعني يعني مثلا في بيبقى في العاب معاها كروت زي كده، اشكال كرتون، فراشات. المفروض بقى بتنمي ايه؟ دي بتنمي فكره ان هو التخيل عنده، تخيل الشكل يعني مثلا ده مثلا ده فار مثلا، ده فار جميل قوي ايوه جميل لونه لبني، فيتخيل مثلا الاول هو بينمي عنده فكره الالوان، انا مش شايف الوان ايه، يحدد يعرف يحدد الالوان ويعرف يحدد الالوان على الالوان اللي موجوده ما هو بيبقى معاه الكروت ومعاها القطع بتاعتها. تمام، يعني دي كده لعبه الكروت بالقطع، فيحدد اللون ويطلع اللون بتاع اللعبه دي بالظبط كده. تمام. يبتدي مثلا كمان بينمي عنده فكره مهاره التخيل، ان هو بيشوف الشكل في دماغه قبل ما ينفذه بالقطع، يعني هو بيرسمه بالقطع. بالظبط، يعني احنا مثلا مجربين هنا عاملين حاجه او مثلا نجيب الكارت بتاعها. ده ايه بقى دي؟ كل الاطفال دلوقتي بيحبوا الدعسوقه. الايه؟ الدعسوقه. الدعسوقه الخنفسه بالعربي. الخنفسه ايوه، بيحبوا الكرتون بتاع الدعسوقه زي ما بيقولوا عليها يعني. فدي انا كنت مركباها بالفعل يعني، بس ايه الالوان كانت فاصله. هو بيبتدي يشوف اللون. اللون ويبتدي يجمع بالقطع بتاعته. الاول كده عارف ان دي سحلفه. دي خنفساء. خنفساء خنفساء. يعني دلوقتي لو في طفل قاعد معاك ممكن يزعل منك قوي بجد والله. والله ما بيحبش حد يبوظ الاسماء بتاعت الالعاب بتاعته. كويس. تمام. وبرده بيبتدي بقى يحدد الاشكال يعني. كويس. حتى الدائره اللي هي جوه مش كامله في القطع. فكمان يتعلم ان هو ازاي يكمل الاشكال الهندسيه يعني. عنده كذا شكل. نص دايره، في مثلث. فتنمي عنده مهاره التخيل ومهاره الالوان. الدايره الكامله بالظبط كده. يفضل بقى ان هو يبتدي ينمي الشكل ويكمله مثلا زي كده يعني عشان حاجه على السريع، ويبتدي يخلص. ده ناقص واحده هنا. ناقص ماشي مش مهم، هنعتبر ان هي موجوده هنا. تمام. ويبتدي بقى ينفذ الشكل كامل. مركز ازاي؟ شاطر. يبتدي بقى ينفذ الشكل وهكذا بقى على كل الالعاب اللي موجوده. الكروت الباقيه. فدي لعبه. في كارت بقى كتير جدا، ممكن يوصل لحد 40 كارت. 40 كارت يعني 40 شكل ممكن يعني. لو قعد اليوم كله هياخد وقت جامد منه، احسن ما يفضل على النت او على حاجه. وفي نفس الوقت انا شايف ان هي حاجات مش اعتقدش ان هي مكلفه. لا لا هي رخيصه لا جدا. لا سعرها كويس يعني في المتداول، ما فيش مشكله يعني. يعني اي اسره لو بسيطه تقدر ان هي لا تشتريها. يقدر يقدر يجيبوها. كويس. دي اول لعبه معانا اللي هي بتنمي مهاره التخيل ومهاره الالوان ويحدد الاشكال الهندسيه. كل الحاجات دي كتير يعني. حاجات تانية. في حاجات تانية دي. إيه بقى دي سنة يعني مثلا 3 سنين سنتين شوية. يعني طب اللعبة الأولانية دي سن كام سنة؟ يعني دي والله ممكن من 3 سنين عادي ل 13 سنة. 3 سنين و13 سنة. يعني شوف 13 سنة ممكن يكون خرج بره الطفولة شوية، بس تناسب برضه. تناسب برضه ان هو هيتنمي عنده التخيل أكتر والألوان أكتر. وإن هو والتركيز أعتقد.
جدا التركيز، لانه يبقى مركز في الشكل ومركز في رسمته، وان هو ينفذه زي ما طالع معاه بالظبط. في على فكره يعني في اطفال يعني انا عندي تقريبا يعني مكان يعني يعتبر بننفذ فيه الحاجات دي مع الاطفال. في طفل ممكن يمسك الكارت مع انه كارت بسيط وشكله ممكن اختار له ابسط شكل، بلاش الاشكال المعقده مثلا زي كده. دي مثلا ممكن لو حد عنده 13 سنه لا اقل يعني كمان. نجيبها نعرضها كده بس عشان الكاميرا تجيبها. يعني في اطفال ما شاء الله يعني 8 سنين و4 سنين بيعملوا ده كويس. وفي طفل 8 سنين ما يقدرش يعمل الشكل البسيط اللي هو مثلا شكل ده، محتاج تنمية مهارات، فبنعمل المهارات بتاعته بقى عن طريق الحاجات دي بقى تخلي دماغه كلها نجيب له الخنفسه دي. لا ده انا بقول يعني ابسط شكل ممكن طفل عنده 8 سنين ما يقدرش ينفذ الشكل كويس، وحصلت يعني انا شفتها فعلا يعني ما نفذش الشكل كامل كويس. لكن دي لعبه دي تنفع لحد 13 سنه عادي مفيش مشكله. كل دي حاجات بتنمي بس المهارات بتاعته، وبالذات ان احنا بننميها عن طريق حاجات مفيده ما بتضرش بقى حتى، وده خشب امنه كمان سيف. انا خشب ما يقدرش يحطها ببقه ولو حطها، ده خشب والالوان بتاعته ما بتطلعش ما بتخرجش. طبعا كل ام لازم يعني تكون السيفتي برضو ده مهم جدا طبعا بسنة. يعني في نوعيه العاب ما ينفعش السن مثلا من اول سنتين ثلاث سنين دول ما ينفعش، في النقطة دي. عشان الحجم حتى الام تقدر وهي في البيت تعقمها بكل بساطه ما فيش مشكله، تحط عليها كحول مثلا او حاجه باي حاجه، ممكن حتى تغسلها ولو تمسحها بمنديل معطر يكون مطهر كده كويس. دي كده اول لعبه معانا. معانا كام لعبه اصلا؟ هو ما لعبتين لتنميه المهارات وحاجه تانية كده خاصه بطاقات الاطفال ازاي يخرجوا اللي جواهم عن طريقها يعني. يلا دي شبه ايه ده؟ عارف الدومينو بتاعتنا اللي بنلعب بيها؟ الدومينو بتاعت الكبار. دي دومينو اطفال؟ دي بقى دومينو اطفال. ايه بقى اللي فيها؟ يعني مثلا بيبقى دي فيه شكل خروف، شكل ارنب، خروف العيد. مثلا في الدومينو بنحط الرقمين اللي شبه بعض هنا. ايوه بيبقى ده البدايه مثلا كويس. يبتدي بقى الطفل طبعا يطلعهم ويبتدي يختار منهم ويدور على الشكل اللي شبه ده ويبتدي يكمل واحد مثلا ورا الثاني، بيبقوا اتنين بيلعبوا مع بعض. طب احنا هنعلمه الدومنه هينزل يقعد على القهوه؟ لا دي مش دومنه، دي بقى يبتدي يحدد شكل الحيوان اللي موجود قدامه. يعني يشوف الشكل ويحط شكل. سن كام لسن كام؟ دي تمشي من 3 سنين عادي لست سنين. من 3 سنين لست سنين. ما فيش مشكله. يعني بيحط الشكلين زي بعض في الاول وبعد كده يبدا يجمع الاشكال. وطبعا الام دورها ده اسمه كذا في اول مره طبعا، دي مثلا بقره. دي بقره، ده ارنب، ويبتدي بقى على الحال ده خروف مثلا عشان بمناسبه العيد اهو. كويس. فهي بتلعب مثلا كل الحيوانات كتير. فتبتدي هي بتلعب معاه وتعلمه كل النقاط دي او اسماء الحاجات دي يعني مش بس ممكن كمان يقول ايه الالوان اللي شايفها فيهم. ممكن هو ممكن طفل ما يكونش اصلا لسه مستوعب الاسم نفسه. طيب شوف الشكل. ركز في الشكل، الاشكال اللي زي بعضها حطها جنب بعضها هو كده. كده يبتدي بقى يشغل دماغه. طب ده الشكل ده زي ده، مش شرط يعرف الاسم في الاول. خلاص بعد كده نبدا نحفظه الاسماء بتاعتها. بعد مثلا ال4 سنين 5 سنين عادي يقول، تبتدي بقى تتعب معاه شويه في انها تحفظه الشكل بالاسم. ده ليه علاقه بفكره انه الصور بتثبت في ذهن البني ادم اكتر بكتير جدا من ان انا اكلمك على حاجه انت مش شايفها. طبعا يعني انت بتتعامل مع الحاجه بالشكل. مش بس يعني انا بحكي لك ده انا قابلت امبارح مثلا بقى النهارده. بس طب شكلها ايه؟ افضل اوصف لك وانت طب الخيال ده فين؟ ما انت ما شفتهاش قبل كده. بالظبط زي اللي بيقول ما فيش حد بيحلم حلم الا لما شاف حاجه في الحلم الا لما يكون شافها في الحقيقه. ما ينفعش مثلا احلم باستاذ خالد الصقر الا لما اكون فعلا شفته صوره بقى قدامي. ما ينفعش احلم بيه الا ممكن احلم بيه كده كصوت شكل. اللي هو الصوت بس تخيل مثلا في الحلم. لكن ما ينفعش احلم بيه حقيقه وانا ما شفتوش لكن لو شفته بقى ممكن يحصل. زي كده ما ينفعش احكي للطفل عن حيوان او حاجه عايز اعلمها له من غير ادله يعني بمعنى اصح من غير ما يكون شايفها. دي كده اللعبه الثانيه. دول الاطفال دي الحاجات يعني دي اول لعبه عندنا من سن 3 سنين ل 13 سنه، اللعبه الثانيه من سن 3 سنين برضه سنتين كمان لحد 6 لو سنوات. الطفل يعني اللي هو سن سنتين يعني شويه مدرك شويه لان في اطفال من شخص لشخص يعني بالزبط. من طفل لطفل. ده حقيقي. طيب باقي الالعاب دي بقى حاجات مفضله بالنسبه لي انا يعني لو اقول لك عشان كده جايباها. جدا يعني انا بحب جدا الالوان والرسم والحاجات دي. تخيل دي يعني ممكن نظهرها بس للكاميرا كده يعني الاشكال دي انا نفسي يعني لو قعدت ومسكت واحده عشان الونها كم هي بتيجي متلونه؟ لا هي بتيجي كده بقى زي كده.
ده جميل ده. احنا انا كمان حبيتها. احنا بنطلب خدهم كلهم. احنا بنطلب الاشكال اللي احنا عايزينها. ايوه. وبتتعمل لنا وموجوده على فكره، يعني انا مش عارفه هنا موجوده فين بالظبط، بس انا يعني الناس اللي بيعملوها لي يعني تبعي. وبنطلب الاشكال اللي احنا حابين انها تظهر. بتتعمل بالجبس دي؟ بالجبس. طبعا المكان اللي هيبقى فيه حاجه زي كده على طول بعد ما يعني الطفل بيخلص بيغسل ايده. دول اطفال. دول اطفال الملونين. يعني دول كده اطفال، انما المفاجاه بقى بتاعت الحاجات دي كمان ان ممكن الحاجات دي تفيد الكبار. يعني دي واحده عندها 25 سنه مثلا اللي لونتها. هي اصلا ملهاش في الالوان نهائي وعمرها ما حبيتها، كانت نفسيتها متضايقه شويه. فعرضت عليها انها ايه تمسك واحده وتلونها. عايز اقول لك انها بعد طبعا ما بتحبش الالوان، فبعد اخذت منها مثلا نص ساعه ملهاش في الحاجات دي، عماله تفكر احط ايه. الفكره هنا خرجت طاقه جواها خالص وشغلت دماغها بحاجه تانية خالص وبحاجات ظريفه والوان تخرج كل اللي جواها. فطبعا تخيل ده ما يعمل كده مع الكبار، الاطفال بيبقوا في منتهى السعاده وهما بيلونوا. هي الالوان اصلا بتدي بهجه بتضيف بهجه. بيتعلموا بقى ان هما ازاي يختاروا بقى اللون. لو بيحبوا مثلا زي تويتي كده بيحبوا جدا. ده ايه تويتي؟ ده كرتون. تويتي ده كرتون؟ كتكوت. كتكوت. فيبتدوا ان هم عارفين الوانه وحابين ان هم يلونوا نفس شكل التويتي الحقيقي اللي بيجي في الكرتون. فظريف، وبالذات الجبس ده. بس لازم تنبيه ان هو بعد ما الطفل يلعب بيه لازم يغسل ايده كويس عشان ممكن يسيب اثر، يعني غير الالعاب دي. ايه النصيحه اللي تحبي واحنا بنختم الفقره بتاعتنا، ايه النصيحه اللي تحبي توجهيها للامهات والاباء؟ ان هم يهتموا شويه بقى بدي العاب. ايه حاجات تانية تحبي توجهها لهم حتى في طريقه التعامل مع الطفل في الفتره اللي هي بتاعه الاجازه دي؟ بلاش ضرب والزعيق وشد الشعر. هو كده كده الضرب ده الضرب وشد الشعر ده اصلا المفروض ان هو ممنوع، يعني ده طفل صغير ما ينفعش يتعاملوا معاه بعنف شديد. يعني في حاجات ضرب اللي هو الخفيف اللي هو تنبيه، يعني خلي بالك كده خطر، ابعد مثلا عن الكهرباء. وطبعا كل حاجه في البيت تبقى متامنه ده من البدايه عشان هو لما يغلط ما يبقاش عنده مشكله. يعني لو راح على حاجه فيها كهرباء لازم تبقى متامنه عشان ما يبقاش الضرر منه هو ما يفهمش حاجه. فدي حاجه برده مهمه ان هم ياخدوا بالهم منها. يعني فكره انهم طبعا نتكلم بقى في النصايح المهمه، الاكل الصحي. الاكل الصحي، الخضار، الفاكهه. ينبهوهم بقى طبعا ان هم التليفونات والحاجات دي بتاثر على جسمهم وعلى صحتهم، ويحددوا وقت محدد للتليفونات والكلام ده. انما يهتموا قوي بقى لو رياضه، لو العاب تنميه مهارات زي كده افضل لهم بكتير، لان ده كله بينمي المهارات العقليه عندهم والمعرفيه والحسيه كل حاجه. استاذه منى كمال مديره التنميه البشريه، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا. اهلا وسهلا. شكرا لك في كل مكان. دي كانت الفقره كنا بنتكلم فيها عن طرق استغلال الوقت في فتره الاجازه او في فتره ما بعد العيد للاطفال من سن سنتين ثلاثه لحد سن 10 12 سنه، لو اعتبرنا انه في بعض يعني كبروا شويه 12 13 سنه ممكن يلعبوا بعض من الالعاب دي، وفي ناس اكبر كمان ممكن تلعب او تلون حاجه زي الفراشات دي. والتلوين ده جزء على فكره في علاج اسمه العلاج بالفن، جزء من العلاج بالفن هو التلوين. ان شاء الله الفقره الثالثه والرابعه والاخيره يكون معانا الاستاذ محمد عسكر، هنتكلم عن المشوار الفني وهنتكلم عن التقليد لبعض الشخصيات اللي احنا بنحبها. فانتظرونا اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم مره ثانيه ومكملين معاكم الفقره الاخيره في فقرات اليوم مفتوح على شاشه قناه صحه جمال. الفقره دي هنتكلم فيها عن الممثلين الشباب والمواهب الشابه. يكون معايا في الفقره دي الممثل الشاب محمد عسكر. انا برحب بيك يا محمد. مرحبا، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ منورنا. الحمد لله والله. انت عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. بص يا محمد، دلوقتي انا هبدا معاك كده في البدايه، قول لي بدايه مشوارك الفني او التمثيل. اولا بس بمناسبه العيد، يعني كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم كلكم. كل سنه طيب يا دكتور، ويا رب تكونوا بخير. يعني وهنبدا النهارده هتكلم مثلا على بدايه مشواري. ابتديت من المدرسه. ابتديت من الابتدائي، واحده واحده طلعت الثانوي، اشتغلت برده حاجات بسيطه. كانت في الابتدائي الاستاذه عفت طبعا ربنا يخليها لي، هي اللي بدات معايا المشوار ده من الابتدائي. وبعد كده طلعت الثانوي اشتغلت حاجات بسيطه بقى عشان كانت الثانوي بقى كانت شهاده وكده وبتاع. اول ما دخلت الكليه اول حاجه دورت عليها كانت هي مسرح المدرسه. رحت دورت مسرح الجامعه. رحت دورت على مسرح الجامعه، دخلت مسرح الجامعه، قدمت فيه وعملت فيه عروض واشتغلت فيه. وبعد كده ابتديت ان انا ادور على شغل بره بقى، اللي انا عايز اعمل بقى عروض بره، عايز اشتغل، عايز اعمل حفلات، عايز انتشر بقى.
فعملت ده ورحت دخلت السوشيال ميديا. بس انا مش عايز اخش السوشيال ميديا اللي هو لا قبل ما نتكلم عن علاقتك بالسوشيال ميديا وانت بتعمل ايه على السوشيال ميديا، خلينا نتكلم عن الجزء الخاص بالتمثيل. ايه الحاجات اللي انت عملتها او اللي انت مركز عليها؟ الحاجات اللي انا مركز عليها اللي هو مثلا بعمل الايام دي افلام قصيره، طبعا الكورونا يعني ربنا يعفينا عنها فموقفه الدنيا شويه، بس ان شاء الله يعني كل حاجه ترجع احسن من الاول. اللي انا شغال عليه دلوقتي طبعا حفلات واقفه ومسرح واقف، بس انا شغال عامل ورشه تمثيل بدرب فيها ناس، والناس دي بعمل منها فريق عشان هشتغل منها سوشيال كافلام قصيره كفيديوهات يوتيوب كبرامج على السوشيال ميديا. مين بقى بيساعدك في الانتاج الحاجات دي، المصاريف بتاعتها، التكلفه بتاعتها؟ هو الانتاج بيبقى من الفريق، يعني الانتاج كلنا مع بعض من الفريق. ويعني انا معايا فريق ماسك لي السوشيال ميديا، وفريق شغال معايا كتمثيل كورشه عسكر، وكان في فريق طبعا احب اشكر شاب ماسك مدير الفرقه، ومعايا جوده، ومعايا عبد الرحمن دول ماسكين التصوير والاخراج، ومعايا طبعا مين تاني، ومعايا المغربي ده المساعد، وطبعا عامل فريق يعني مكون مجهز من كل حاجه، وزياد وعلي ماسكين السوشيال ميديا. اشتغلت بقى ايه، عملت فيلم اسمه حاره امين مع المخرج طبعا استاذي استاذ فادي نور، وعملت حفلات على مستوى بقى اسكندريه. كان بيحكي ايه حاره امين؟ حاره امين بيحكي اللي هو حاره، وانا مش عايز احرقه بس هو حاره يعني جزء كده. طيب هو حاره فيها مكونه مثلا من الناس، والناس دي بيحصل بينهم خناقات، وبيبدا قصه الفيلم تبدا من قصه عيل صغير كان بيتعارك مع عيل، والموضوع بيكبر وفي ناس بتموت وفي ناس بتتقتل، بس هو كله داير جوه الحاره، واللي بيدور جوه الحارات بقى بس يعني حاجه من جوه الوسط الشعبي. أيوة بتاعه من جوه الوسط. انا كنت شفت كده انه يعني الى حد ما في علاقه ما بينك وما بين الفنان الكبير محمد رمضان، احكي لي على شكل العلاقه. هي العلاقه والله هي مش علاقه قوي، بس هو انا ابتديت تمثيل فقعدت فترة كبيرة بمثل، فأنا بحب أطور من نفسي، فأنا لما طورت حبيت اللي أنا مثلا أنا بطبيعتي أصلا ببقى ماشي في الشارع بشوف كاركتر كده بصوره بعناية، فأنا لما بقيت أتفرج على التلفزيون حبيت اللي أنا أقلد ممثلين أو حتى هم يساعدوني في حوار اللي أنا أعمل حفلات، لأني شغال مسرح والمسرح مش بنقلد فيه حد، بس أنا حبيت اللي أنا أعمل حفلات، فالحفلات بتبقى زي ستاند أب كوميدي بطريقة ممثلين، بس بقلد كتير منهم الأستاذ محمد رمضان، بس الأستاذ محمد رمضان في شبه بسيط بيننا وبين بعض، فهو ده اللي مساعد إني مثلا يبقى في علاقة. وطبعا الأستاذ محمد رمضان كلمني لما كان في جريده الوطن كاتبه عني، فهو لما كلمني قال لي كاتبه عنك ايه او كان كاتبه عني اللي انا عسكر بعمل حفلات وبتاع وبمثل وبعمل وبقلد ممثلين منهم الاستاذ محمد رمضان، فهو شاف ده وفرح بيه ونزله عنده، وساعتها رد عليا على الانستجرام وكلمني وقال لي يبقى في مقابله واداني العنوان بتاعه، وان شاء الله يعني باذن الله يبقى في شغل. حسيت بايه بعد ما بعت لك او رد عليك؟ طبعا نجاح، ما هو نجاح يعني انا دلوقتي طول ما انا ماشي في الطريق ده وفي تطور في اي حاجه فده نجاح بالنسبه لي، فانا حسيت ان انا كده بنجح، فانا طبعا مش هبطل ده وهفضل على طول مكمل فيه لحد ما ربنا يكرمني باذن الله واوصل اللي في دماغي. كويس. طب اي ممثل بيبقى في بدايه حياته بيبقى في ناس كده بالنسبه له المرجع في التمثيل، بيشوفهم بيحس انه انا نفسي ابقى زي فلان او زي فلان وبيحب ده. احمد زكي وعادل امام صراحه. احمد زكي، احمد زكي يعني الله يرحمه، ده ممثل حاجه كده كبيره جدا، هو ده قدوتي في التمثيل. ايه اكتر عادل امام برضه؟ ايه اكتر فيلم لاحمد زكي بتحبه او بتحسه او بيلمسك؟ يعني هو اكتر فيلم بحبه كالامبراطور، وفيلم البيه البواب، ده بحب الفيلمين دول قوي يعني. طب ما انا جبنا سيره البيه البواب وانا عارف ان انت عندك موهبه التقليد، ما تقلد لنا مشهد للعظيم احمد زكي فيه؟ بص هو انا ما بقلدش الاستاذ احمد زكي بس يعني انا بحبه كاخده قدوه ليا في طريق التمثيل، بس انا ما جربتش بصراحه اللي انا اقلده، عشان يعني مثلا يعني انا مثلا هو حاجه كده يعني بالنسبه لي، لا انا بحبه بس ما جربتش اللي انا لسه اقلده. بس هو في حاجات جت كده، في حاجات زي ايه بقى مثلا كده؟ زي مثلا استاذ محمد رمضان وحزلقوم بقى وقطاطه بقى. ادينا بقى واحده فنان كبير محمد رمضان. طيب ماشي، بص انا هعمل لك حاجه مثلا ايه، انا مش محضر بس هرتجل. طيب الاستاذ محمد رمضان هيبقى قاعد مع الحته بتاعته على الشط بقى على الكورنيش هو وقطاطه، فبيقول لها بتقول له حبيبي يا حبيبي يا ابن حبيبي، بقول لك قطاطه
كنت عايز اقول لك حاجه، انتوا عندكم الدنيا كلها فرافير، قسما بالله انتوا فرافير. انا من اسيوط بلد الجريمه الاولى، عندنا في الصعيد الجات لي زي صباح الخير عندكم. انتوا غلابه اتعودتوا على الجبنه النسترو والله ليطه. بقول لك ايه يا بنت قطاطه، كنت عايز اقول لك كده شعر كنت محضره لك امبارح. قول يا حبيبي. بنت يا قطاطه اجاب لك وانا على البلاطه، وجايب لك معايا شوكولاته، ونروح عند الواد مصطفى حماصه واكلك بطاطا، واقول لك هاتي حته تقولي لي الهي يجي لك برغيت في الجته، واقول لك هاتي بوسه تقولي لي الهي تدهزك جاموسه، ونعيش انا وانتي في رومانسيه يا قطاطا يا قطاطا يا قطاطا. ويجي بقى مين يعني محمد نجم بقى داخل، هو مين سمع حزلقوم؟ حضرتك انا سمعت كده اللي انت بتتكلم على مصطفى كراويه، مصطفى حماصه. كنت عايز اقول لك ان مصطفى حماصه ده يبقى اخو حسن كراويه، ده عندنا في الحاره كده. حسن كراويه ده فتح عندنا سايبر وبيعاد الساعه ب 5 جنيه غالي قوي. يا حضره اللي دخلك في الموضوع بيني انا والمزه بتاعتي، عايز تتكلم اتكلم، عايز تقول ايه؟ هو انت يا استاذه قطاطه يعني عجبك الشعر؟ بس انا بصراحه سمعته وكنت هرجع، حاجه مقرفه قوي. استاذ محمد نجم بقى بيخش كان اللي هو صاحب البوفيه. ايه ده؟ مين ده؟ انا عايز الحساب. الحساب. فيخش بقى يشوف بوحه داخل، طبعا شايف الموضوع ده. بوح بوح العظيم. شبح شبح يا عم الحاج، شبح شبح. سمعت كده وانا ماشي يا حوار عن الجاموسه، وتقول لك الهي الجاموسه تدهسك. حضرتك لو كل سنة وانت طيبين بمناسبة العيد ولا اي جاموسة انا تحت امرك، وسبح سبح وما تقلقش مش هسلخ قبل ما ابح. فيخش استاذ عادل امام بقى، ده المفروض ابو قطاطة. استاذ عادل امام. تعمل ايه هنا يا كلب؟ قاعدة مع شباب؟ يخرب بيتك. طب عليا الطلاق ما انت داخلة البيت. فيخش مين بقى؟ استاذ عمرو خالد. فسمع الموضوع ده، انتوا كده في الطابو حرام، ده طابو حرام يا اخوانا، ده طابو حرام، خليكم في الطابو حلال، واتجوزها اتجوزها في الطابو حلال. فيخش طبعا يخش احمد السقا، طبعا مش عاجبه الموضوع. انا قلت 100 مره مش عايز قلق هنا، انا قلت 100 مره مش عايز قلق هنا يا جماعه. فيخش عليه، طب كده انتوا يعني كترتوا صباح الفل، كل سنه وانتوا طيبين. ده مثلا مجمع كام ممثل؟ ده زي ستاند اب كوميدي كده. ستاند اب كوميدي بس مجمع، والله انا ارتجلت يعني فاهم، ارتجلت على قد ما اقدر. بس بتجمع كام ممثل وتقلد بتعمل حوار؟ بس انا يعني لو في تقليل الممثلين ففي كتير يعني، بقلد كتير. بس هو انا حاولت ان انا اجمع دول مع بعض، لان ممكن اللي هو يعملوا شغل جامد. يردوا على بعض بطريقه تكون لطيفه، سكتش. سكتش كده كوميدي صغير. طب انت حلمك ايه الفتره اللي جايه؟ ايه الحاجات اللي انت نفسك توصل لها، وايه التراك اللي انت نفسك تمشي عليه؟ كوميدي، دراما، اكشن؟ بص انا بحب الشامل يعني، انا بحب ان انا اشتغل في الكوميديا والدراما والاكشن يعني، حتى الاكشن بحضر ليه شغل يعني. انا الفتره الجايه ان شاء الله بالفريق بتاعي باذن الله بعمل الكليبات، لان انا بغني راب اصلا برضو. بغني راب؟ بس مش راب. لا انا مش مهتم بالراب دلوقتي، لاني ايه في مهتم بالتمثيل اكتر. بس لما اهتميت الحمد لله اشتغلت مع اول واحد غنى راب في مصر. مين؟ عمر بفرط وياسر ياسين زهران. طبعا بمشاركتهم بعمل تراك، ده هيبقى حاجه كده بننافس بيها امريكا. اللي هو ايه يعني؟ حاجه راب بطل. اللي هو بننافس بيه حاجه يعني عملتها في امريكا. الناس اللي ما تعرفش الراب او فن الراب، فن الراب ان انت بتراب عادي، بس احنا هنا عاملين حاجه مختلفه، اللي احنا جايبين ممثلين بتراب وبتدس بعض. يعني مثلا عبد الغفور البرعي بيدس مثلا مديني. واحد عبد الغفور البرعي انا كنت بسمعه قبل ما اجي. لا بس انا مش بجيب عبد الغفور، بس هو يعني بقول لك هما الاثنين كتراكات، والاثنين بيغنوا بيدسوا في بعض. محمد رمضان بيدس باسم سمره مش عارف ايه كده يعني. ايه بيدس دي بس؟ بيدس كلمه بيدس اللي هو بيقول له اللي انا احسن منك، والثاني بيثبت اللي هو انا احسن منه كده. بس الطريقه بقى بتبقى بطريقه لطيفه يعني. وبحضر تراك يعني مهرجان في راب، وده يتعمل كليب، وبحضر بقى برنامجين في الشارع.
برنامجين في الشارع. برنامجين مع السوشيال ميديا، مش هيري السوشيال ميديا. ان شاء الله. يعني جايبهم مبهدلهم بصراحه. عباره عن ايه يا جماعه؟ ايه عباره عن ايه؟ عباره ان انا بجيبهم، بس انا يعني عشان ما احرقش قوي فاهم، عشان هو لسه في حلقات ما اتصورتش. ببهدلهم، اللي هو اللي انا جايبهم في اوبر كده بعمل فيهم مقلب، بس هم ما يعرفوش، جايبهم عن طريق حد وبركبهم كده وبعمل فيهم مقلب. مين المشاهير؟ مشاهير السوشيال ميديا، مشاهير التيك توك، مشاهير اليوتيوب، مشاهير الفيسبوك. انت فاهم؟ كسوشيال. كسوشيال ميديا. لان انا اصحابي كلهم لان هو خاص بالسوشيال ميديا. زائد اللي انا بحضر حاجات بقى وافلام قصيره، اخش بقى مهرجانات سينمائيه، زائد الفيلم بتاعي ان شاء الله مع الاستاذ فادي نور هيتعرض قريب. افلام قصيره في ايه؟ في مجالات ايه؟ في تخصص ايه؟ في اللي هو مثلا خيال علمي، حاجه كده عايزين نعملها خيال علمي، وحاجه مثلا تبقى عن الواقع. بس الافلام القصيره دي يا محمد بتبقى مكلفه، مش يعني تكلفتها الماديه طبعا، يعني تصوير ومونتاج واخراج. ما انا بقول لك، انا قلت لك ايه؟ قلت لك ان انا معايا مصور ومعايا مخرج. بس يعني هيقدروا ان هم يغطوا تكلفه فيلم قصير؟ لا، احنا بننتج لنفسينا. يعني انا بنتج لنفسي، انا بنتج لنفسي وبعمل شغلي ده، لاني بعد كده الموضوع هيبقى مختلف. وحتى انا عندي يعني ناس بتتفرج عليا في صفحه معايا وفي يوتيوب، وعامل في كل المجالات اللي انا باين فيها شغلي. بس ده الفتره الجايه دي ان شاء الله، لاني فتره الكورونا دي بوظت الدنيا تقريبا، كحفلات كنت ماضيها وكله وقف. كويس. انت دلوقتي خلصت كليه ولا لسه بتدرس؟ ده انا لسه بدرس. لسه بتدرس؟ داخل الرابعه. كليه ايه؟ كليه اداب فلسفه في اسكندريه. بدرس اسكندرية. فلسفه، وان شاء الله بعد اخلص الكليه هقدم المعهد. معهد التمثيل، عشان التمثيل. تمشي بقى في كمل تراك. طب ليه ما بداتش من الاول في تراك هو التمثيل؟ بس هو يعني يعني عارف اللي هو لسه ما كانش حد معترف، كنت انا صغير برده، وكان اهلي لسه مش معترفين قوي، فالموضوع برده اللي هو اهلك بقى وعايز تراضيهم، فدخلت كليه اللي انت تطلع مدرس بقى. بس انا خلاص هم مدام خلاص دلوقتي اقتنعوا الحمد لله. فنبدا بقى اللي انا اخش بقى المعهد واشتغل، اللي هو بتشتغل وانت في المعهد. مين اكتر الناس اللي دعمتك في مشوارك وانت بتبدا؟ اكتر الناس طبعا ابويا وامي، بس مش من وانا ببدا قوي يعني، بس هم طبعا يعني هم في الاول بقى. في الاول هو اخويا طبعا وحبيبي نبيل. ده 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 سندي طبعا، يعني ده زي ايه، على طول مع بعض في اي حاجه. وطبعا دلوقتي والدي وامي واخواتي وعيلتي كلها، اللي هو اي حد بيشوفني حتى لو ما يعرفنيش بيدعمني، لاني خلاص فشافوا شغل فيديوهات وصور مع ناس في الشارع زي كده. انا اشتغلت كمان مع ممثلين، يعني انا اشتغلت مسرح مع ممثلين، واشتغلت مع مين؟ اشتغلت مع اشتغلت مع هاجر الشرنوبي. واشتغلت مع مين تاني؟ مصطفى بسريع. واشتغلت مع استاذ عز السيد. واستاذ احمد يسري. اشتغلت مع كذا حد فاهم. اللي هو اشتغلت مع كذا حد مسرح، وفي حفلات، وفي حفلات كان فيها ناس مشاهير، يعني استاذ محمد رمضان الدي جي بتاعه ساري كان بيمسك لي حفلات، فهو الموضوع فاهم، الموضوع واحده واحده بيزيد معايا. فده تطور بالنسبه لي، وده اللي مخليني مكمل، زائد ان في ناس كتير بتحبني، وطبعا ده مخليني مكمل ومخليني مكمل اكتر كمان، اللي هو خلاص انا يا جماعه انا ده طريقي وان شاء الله انا مكمل فيه. وانت شغال وماشي في نفس الطريق، شايف نفسك فين بعد سنه من دلوقتي؟ تحقق ايه؟ بص، هو يعني اللي انا نفسي احققه، لكن شايف نفسي مثلا اللي هو مثلا في دور تاني من فيلم، من سنه بعد كده ان شاء الله هتبقى بطوله. بس انا يعني مقتنع بده، لاني ربنا قال لك اسعى وانا اسعى معاك. بس وانا بسعى، يعني انا بعمل اللي عليا. كويس. رحت اتدربت في اماكن، خدت كورسات، دورات تدريبيه، ولا لا؟ ولا معتمد كله على الموهبه وعلى التقليد وعلى التطور؟ لا، خدت ورش طبعا. وبعد كده انا بقيت بدي ورش، يعني انا بقيت بدي ورش. انا عندي لوحدك ولا معاك ولا مشاركه مع حد؟ لا لا، انا وحدي، انا اللي بدي الورشه. بس معايا مساعدين، يعني قلت لك شهاب مدير اداره الفرقه، معايا المساعدين بتوعي. بس ومكمل في الموضوع ده، لاني ده بطلع منه فريق. في ناس لسه ما اتعلمتش التمثيل، بعلمها انا وبطلع منها ناس، اللي ان شاء الله فرقتي دي تبقى حاجه كده قدام كويسه باذن الله. وهشتغل واعمل منهم افلام قصيره واقدم بيها في شغل، وفي كمان فيلم رعب. حاول رعب. بحاول ان اعمل فيلم رعب، بس ده مكلف جدا بقى، فعشان كده احنا قاعدين عليه شويه. حاجات تكسير وحاجات بتتهدر، ده رقبه بتقع ودراع بيقع، والموضوع اللي هو فيه مونتاج كبير قوي فاهم. فده يتعمل في بوتلات في مكان رعب بجد يعني. انت ايه اللي انت يعني، واحنا بنختم الفقره بتاعتنا، ايه الرساله اللي تحب توجهها في نهايه الفقره بتاعتنا؟ هو رسالتي بس للناس اللي هي مثلا، لان انا كان معايا ناس من مدرسه اصحابي، فالموضوع بالنسبه لهم بقى اللي هو انا ما لقوش حاجه يعملوها. فبرسالتي اللي هو اي شاب يا جماعه، لو عندك اي حاجه
مش لازم يكون عندك موهبه، فكر في حاجه يعني انت لو عايز تتجوز فده هدف بالنسبه لك، لو عايز تعمل اي حاجه يعني عايز تشتغل شغلانه كويسه فده هدف، فهو يكمل هدفه ويمشي في هدفه ده، وطول ما انت بتسعى ربنا هيكرمك. يعني انا بقول لك طول ما انت بتسعى والله ربنا هيكرمك. وربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. والصبر كمان، فكره الصبر. الصبر واحدة طبعا واحدة الصبر كل حاجه هتوصل. ايوه الصبر ده لازم الصبر، ما انت لو انت دخلت في اول الطريق وممكن تبقى يعني لو مشيت لك خطوه كمان كان ربنا كرمك خلاص وتدوست في الطريق، لكن انت طبعا عشان ما صبرتش رجعت تاني. ياما في ناس بتبقى بقى لهم خطوات ويوصلوا ويزهقوا او يملوا. ايوه فده غلط، ده غلط. طب انا بقالي مثلا في المجال ده بتاع 5 سنين. ليه انا مثلا لسه بدري؟ لسه بدري. بس انا ليه مثلا 5 سنين دول قلت ليه مثلا انا ليه ما بقتش ممثل في التلفزيون واخدت بطوله والكلام ده كله؟ لا كل حاجه بتيجي واحده واحده، وده يدل ان انا جيت هنا مثلا. اكيد واحده واحده ان شاء الله باذن الله يشوفك في مكان افضل من كده وفي اماكن كثيره اخرى. الممثل الشاب محمد عسكر انور، شكرا. ربنا يخليك. شكرا جزيلا لوجودك معايا. شكرا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، الى هنا تنتهي الفقره المفتوحه للشيخ نصح الجمال. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقات قادمه اخرى، وانا التقي بكم مره اخرى. لكم مني كل التحيه والتقدير، انا خالد صقر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.